صباح جديد من صباحات التلفزيون الجزائري وبرنامجكم الصباحي المتميز صباح الخير يا جزائر. على بداية هذا الصباح الجميل وبداية هذا الأسبوع الذي نتمناه أن يكون موفقا للجميع، نصبح لكم بالخير وبالبركات وبأجمل التحايا الصباحية. تشاهدون معنا من خلال هذا الصباح فقرات متميزة وأركان متنوعة بالإضافة إلى العديد من الضيوف في هذا الصباح. البداية الأولى كما عودناكم دائما من خلال ركن دين المعاملة والأستاذ محمد عبد النور البهياني الذي سوف يحدثنا عن حديث شريف: من نفس كربة من عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بعد الفاصل. يحضر معي أستاذي محمد عبد النور البهياني. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للحديث عن كلام دائما ينبع من قلب الأستاذ إلى كل قلوب المشاهدين في هذا الصباح. إن شاء الله يا ربي. الحمد لله. لاباس؟ في نعمتين والحمد لله. أنا كنت فسحت عن الموضوع وهو تفصيل في الحديث الشريف، أليس كذلك أستاذ؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها العبرة، فيها العظة، فيها التبيان، فيها الهدي إلى الصراط المستقيم، فيها العلاج للكثير من المشاكل التي نتخبط فيها حاليا أو في المستقبل. دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لقد أنزل علي القرآن ومثله معه. اليوم حديث مع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مطلعه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وللحديث يعني مازال طويل إلى غاية، ومن لم يعني يسبق به عمله لم يسبق به نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا من كرب يوم القيامة. هذا الحديث رواه سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 3 سنوات على المشهور عند أصحاب السير. حفظ وروى 5374 حديث، أخذ منها البخاري 444 حديث. سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما تفرغ من هاجروا من مكة إلى المدينة، تفرغوا بالتجارة، هو لزم النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل المدينة كانوا يتفرغون لفلاحتهم وزراعتهم، لذلك نجد سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: لزمت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جائع، أو كما أو كما أو كما قال، ويقول: حفظت حين نسوا وشهدت حين غابوا. فأبا هريرة نال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولوالدته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب هذا العبيد إلى عبادك، فكان الناس يحبونه، وتجدين الناس وتجدين له قبولا إلى يومنا هذا. عندما نقول أبا هريرة تعني بأن الحديث صحيح، لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف قدره ومكانه، والصاحب ساحب كما كنا نقول. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من كرب الدنيا والآخرة، عكس من ستر مسلما ومن يسر على محسن، قال في الدنيا والآخرة. يقال بأن كرب يوم القيامة لا يساويه ولا يدانيه ولا تدانيه كربات الدنيا. نعم. ربما الإنسان يقول: شنو هي كربة في الدنيا؟ أكيد صح.
الكربة في الدنيا قد تصيب أشخاصا ولا تصيب الآخرين. الإعصار في المال قد يصيب الناس جميعا. هي ربما أستاذ الشدائد التي يمر بها الشدائد الإنسان. نعم شدائد، لكن شدائد عظيمة. كاين مرات مثلا عند انتهاك الستر قد ينتهك الستر على القوي والضعيف في الدنيا. لكن هذه من نفس عن مؤمن كربة، الكربة هذه لا يعلمها إلا الشخص الذي يكون فيها، يكون في ضائقة، يكون في مرض، يكون ربما في مشكلة قد لفقت له أو تهمة إلى غير ذلك. فأكيد أنها هذه لا تضاهيها إلا كربة يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، نعم. لكل امرئ منهم شأن يغنيه. الإنسان لمن يلتجئ؟ يلتجئ لله سبحانه تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا وأراد أن يعلمنا ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، يعلمنا ما نفوز به في هذه الدار وفي الدار الآخرة. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فمن المفروض أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا ألا يضيق على الآخرين، بل لابد أن ينفعهم ولابد أن يعينهم. نحن عندما نتكلم هذا الحديث هذا منطقه، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن مفهومه، من ضيق على الناس في الدنيا ربما قد يضيق الله عنه يوم القيامة، لكن الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات إلى آخر الآيات الكريمات. فنبينا عليه الصلاة والسلام بين لنا بأن الراحمون يرحمهم الله في الدنيا والآخرة. لذلك نجد نحن عندما نقع في مشكلة من المشاكل، نقع في احتكار أو نقع في من يضيق على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب هو الذي يأتي بالسلعة من هنا ويغيرها إلى مكان آخر ليبيعها ويسترزق منها الناس، عكس المحتكر الذي يخبئ أو الذي يدير ستوك تاع سلعة خصوصا في الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث له يقول من احتكر طعاما 40 يوما فقد برئ الله منه والله بريء منه. يعني الله عز وجل يبرأ من هذا الإنسان الذي يحتكر الطعام ليضيق به على الآخرين. لذلك نحن في هذه الحياة الدنيا يجب أن نسعى لأن ننفس على الآخرين في كرباتهم في مشاكلهم التي هم فيها. المؤمن دائما يكون يفتح على الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في أحاديث كثيرة وعديدة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كذلك لأن يمشي أحدكم في قضاء حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين. فحري بنا اليوم في هذه الحياة الدنيا أن ننفس كربات الآخرين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نبحث أكيس نجد في جيراننا، نجد في أقاربنا، نجد في إخواننا، نجد في أبناء بلدنا، في أبناء أمتنا. الإنسان دائما يسعى لأن يفرج عنهم ويفتح لهم أبواب الخير. ثم بعد ذلك يقول ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يقال بأن الإعصار لا يكون في الدنيا فقط، بل سيكون كذلك في الآخرة. ولذلك جاء في القرآن الكريم أن الكافرين سيكون عليهم الحساب عسيرا غير يسير. التيسير على المعسرين في جزئين أو في أمرين اثنين. الأول في المال، قد نجد إنسان محتاج في ضيق، هذا عندما ننفس عليه وكأنما أزحنا عنه الخناق. عندما واحد يكون مخنوق وتنفس عليه فأكيد بأن هذا الإنسان راح تدي دعاوي الخير، راح تدي مرضاة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا أقلته ولا سمحت له في هذا المال ولا أعطيت له المال حتى يبقى يعني تبرأ ذمته من هذا المشكل الذي هو فيه، فحسنا فعلت.
ونجد الكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين من كان ديدنهم هذا، دائما عندما يجدون إنسانا محسرا إلا وفتحوا عليه إلا ويسهروا عليه، وموجودة في مجتمعاتنا حتى لا نبخس الناس أشياءهم، موجودة الكثيرة وكثير من الناس في مجتمعنا، في مساجدنا، في جمعياتنا الخيرية التي تقوم على الناس، تيسر على الآخرين وتدفع عنهم الضيق والحرج. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن هذا المنطق ومفهومها؟ ومن فضح إنسانا أو مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة إذا لم يتم من هذا. فالستر النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أنه الستير، فمن المفروض أن المؤمن أن لا يفضح الآخرين، خصوصا في أخطائهم أو في زلاتهم التي قد يعلمها واحد اثنين ويعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان والمؤمن ديدنه أن ينصح الآخرين لا أن يفضحهم ويشهر بأخطائهم، لأنه إنسان يقدر يتوب لله سبحانه وتبارك وتعالى، الله عز وجل يغفر له، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالله عز وجل هو الذي يحاسب عباده وهو الذي يجازيهم على صنائعهم. صح. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فالمؤمن دائما يكون ناصح، المؤمن دائما يكون واعظ، المؤمن دائما يكون أمر بالمعروف ناهي عن المنكر، المؤمن دائما يكون ثابت، لأنه عندما تفضح الآخرين أو تشهر بهم لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى يرفع عنهم ويبتليك بما ابتلاهم. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يحدث أصحابه حتى في إقامة الحدود على الآخرين، لما يجي إنسان يقول له ذهب فاستتر، إذا ما وصلوش الأمر إلى ولي الأمر وإلى الحاكم فالأمر يعني الإنسان يبقى بينه وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا أن يبحث لأن يشهر بنفسه أخطأت، فالله عز وجل غفور رحيم. يقول واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين: المؤمن ينصح ويستر، والفاجر يعير ويفضح. المسلم أو المؤمن دائما تجده ينصح ويستر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ناصحا وكان أمينا وكان مرشدا وكان مبينا وكان يهدي إلى الصراط المستقيم. فهذا اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينهج هذا المنهج، منهج النبوة اللي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم فيه الناس ويرشدهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله جل وعلا ليبلغ، فكن أنت وأنا ونحن جميعا نكون مبلغين ناصحين مرشدين، ويبقى الحكم النهائي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، عندما نقف بين يدي الواحد القهار هو الذي سيجازي هذا وسيجازي هذا. فالله عز وجل وحده من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، تعني أننا ألا نتبع عورات الآخرين وأن نسعى لأن ننصحهم، لأن نوجههم، لأن نبين لهم ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. ثم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا حديث راق وحديث رائع وحديث فيه التكافل الاجتماعي، هذا الذي يحتاج إليه في مجتمعاتنا وفي مجتمعات المؤمنين. فالمؤمن دائما يسعى لأن يفك الآخرين مما هم فيه من ضيق ومن حرج. نجد النبي صلى الله عليه وسلم سواء من نفس عن مؤمن كربة أو فيها، أو من ستر مسلما ستره الله، أو من يسر على محسر، أو نجد هذا الشطر من الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أكيد بأن الإنسان عندما تضيق به الدنيا أول من يلجأ إليه يلجأ إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فهو الذي يجيب وهو الذي يعني يتكفل بمشاغلنا. الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان دائما لما تضيق به الحال يتضرع لله سبحانه وتبارك وتعالى بأن يفتح له أبواب الخير. والمؤمن دائما عينه على الآخرين، مش معقول أنه إنسان يعيش في بحبوحة وجاره في ضيق،
مش معقول أنه إنسان يعيش في نعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى وما ولا يتعهد ولا يبحث عن جيرانه أو عن أقاربه أو عن إخوانه من المؤمنين. هذا ليس من صفات المؤمنين الحقيقيين. فالمؤمنون الحقيقيون دائما يمتثلون ما جاء في آي القرآن الكريم أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. دائما المؤمن يكون حري به أن يتعهد الآخرين ويعينهم ليس بالمال فقط، وإنما يعينهم بالنصيحة، يعينهم بالتوجيه، يعينهم بكل ما تزكو به النفوس في الدنيا والآخرة. لأنه إنسان في موعظة أو في هناك من إخواننا ما يحتاجش إلى مال، تجدينه نبس به رايح، لكنه يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى تفقد، يحتاج إلى من يسأل عليه، من يتفقد أحواله. فهذا شيء لا بد أن نفعله في المجتمع. شكرا لك أستاذ. أمين. ربما في الأخير من خلال ركن الدين معاملة، وهذا الكلام الجميل والحديث الشيق عن تفسير هذا الحديث وما جاء في مجمل هذا الحديث، رسالة صباحية لكل المشاهدين من خلال برنامج ركن الدين المعامل. نعم، رسالتي إلى إخواني من الجزائريين والجزائريات في داخل الوطن وخارجه، ونحن نعيش هذه الأيام الأجواء يعني تكاد رمضانية. نعرف بأن هذه الأيام ترفع فيها الأعمال لله سبحانه وتبارك وتعالى، والله عز وجل يغفر لجميع الناس إلا المشرك، إلا لمشرك أو مشاحن. فالإنسان في هذه الأيام لابد أن يفرغ قلبه، يجعله لله سبحانه وتبارك وتعالى، يفعل الأخوة، يفعل أخوة الدين، يفعل أخوة يعني أخوة الدم، أخوة الوطن، يفعل كل هذه الأشياء من أجل أن نصوم رمضان، ومن أجل أن نلقى هذه المناسبة الطيبة التي من صامها وقامها وقام ليلة القدر فيها يغفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن نحتاج إلى أن يغفر الله ذنوبنا، ونحتاج إلى أن نكون دائما متآخين، متعاونين، متناصرين، متناصحين. والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شكرا لك أستاذ، يعطيك الصحة. الأسبوع القادم بحول الله بإذن الله، الأسبوع القادم نكمل الحديث إن شاء الله. إن شاء الله أكيد سوف نفصل في الحديث أكثر الأسبوع القادم، دائما مع أستاذنا محمد عبد النور البهياني. اللهم نسألك في هذا الصباح أن تفتح لنا الأبواب وتكشف عنا الحجاب وتعجعنا. إذن نعود دائما للحديث عن السلامة وصحة أبداننا من خلال السلامة المرورية مع محافظ الشرطة محمد صداقي. صباح الخير ومرحبا بك. هاي صباح الخير، صباح الخير لكل السادة المشاهدين. بالفعل كما عودت كل يوم أحد مع بداية الأسبوع. نعم. كان هناك يوم ميت راحة عطلة نهاية الأسبوع، لكن مع بداية الأسبوع دائما تبدأ معه أو تتجدد معه الطاقات للتوجه نحو كل ما هو مفيد لصالحنا، سواء لقضاء حاجيتنا، للتوجه نحو العمل، للتوجه نحو الدراسة. ولكن يبقى أنه عندما نتنقل على مستوى الطرقات، نتنقل بواسطة المركبات، سواء كانت مركبات خاصة، سواء كانت مركبات النقل الجماعي، أو حتى ما ننسوش بأنه هناك اللي يقدموا الخدمات العمومية من الشاحنات بمختلف أنواعها وبالخصوص منها المقطع. أكيد راح نفصلوا في الحديث خصوصا اليوم عن مسافة الأمان، لكن بعد الفاصل. الغاية من السلامة المرورية دائما نقوله هو تنفيذ جميع الوصايا والقواعد التي توصي بها الهيئات المعنية بالسلامة المرورية. واليوم الحديث راح يكون عن مسافة الأمان، لما لها من أهمية في التقليل والقضاء على حوادث المرور. والله بالفعل عندما نتحدث عن موضوع مثل هذا، لنقول بلي دائما أنه قيادة المركبة دائما هي فن، وبأنه من جهة أخرى أنه السلامة على مستوى الطرقات تتطلب منا تكون لدينا مجموعة من الأبجديات، بالخصوص منها الفطنة والبداهة أثناء قيادة المركبة، وأيضا منه التركيز. ولكن عندما نتحدث اليوم عن المسافة الأمنية، نقول باللي لازلنا أو نقول كمصالح أمنية وبالخصوص على مستوى المناطق الحضرية، لازلنا أن العديد من السائقين إلا ورغم يقوموا ببعض من التصرفات السلبية على مستوى الطرقات وبالخصوص. عذرا سيد محمد الصداق، يظن أنه مشكل في الصوت، لكن تفضل. والله عندما نتحدث أيضا عندما نقول باللي أنه الموضوع الخاص بالمسافة الأمنية هو موضوع شائك ومتشعب بالنسبة للعديد من مستعملي الطريق، وبالخصوص منهم سائقي المركبات الوزن ثقيل أو سائقي المركبات
اللي شفناه في العديد من المرات من الحوادث المرورية، أو عندما نقول مسافة أمنية نقول بلي أنه هو تصرف إيجابي، تصرف من طرف السائق ما خلاش تلك أو ذلك الفاصل صح. بينه وبين تلك المركبة. لأنه قبل ما نتحدث عن هذا الموضوع نتحدث عن تعريف هذه المسافة، ما هي تلك المسافة الأمنية وكيف نتركها. القانون أو في القانون عندما نتحدث من جهة قانونية نقول بلي أنه الأمر 0114 المعدل المتمم أو المرسوم 0114 المعدل المتمم المتعلق بالسلامة على مستوى الطرقات، نقول بلي أنه في العديد من المواد الخاصة به كان أشار إلى المسافة الأمنية، ولكن عندما يتحدث عنها كفاصل نقول بلي أنه لازم على كل سائق يترك تلك المسافة حتى يكون رد الفعل تاعه، لأنه شوف السرعة هي اللي تحكم المسافة الأمنية. لأنه عندما نسير في طريق سواء كنا طريق مزدوج أو طريق أحادي أو طريق سريع، المسافة حتى نقول السرعة اللي رانا نقود بها المركبة هي محددة عن طريق الإشارات المرورية. ولكن عندما نتحدث أيضا من جهة أخرى عن تلك المسافة الأمنية نقول بلي أنه هي تلك المسافة التي تفصلني ما بين المركبة ومركبة أخرى، وبالتالي السرعة تاعي راح نكيفها بطبيعة تلك المسافة اللي نتركها ما بين المركبة تلك والمركبة الأولى اللي تكون في الأمام. ولكن يبقى عندما نقول لماذا نترك المسافة الأمنية، نقول نترك تلك المسافة الأمنية حتى نكيف رد الفعل تاعي لنقوم في بعض الحالات نقول بلي أنه السائق اللي يكون في الأمام تاعي راح يتوقف بصفة فجائية، راح يخفض أو يقلل من السرعة تاعه نتيجة لعارض أو أي شيء اللي راه في الأمام تاعه ما نقدرش أنا نشوفه اللي نكون في الخلف. وبالتالي عندما نترك ذلك الفاصل أو تلك المسافة الأمنية راح تكون ردة الفعل تاعي إيجابية صح. من خلال كبح المركبة، سواء أنه ما نقولش نوقفها ولكن نخفض من السرعة تاعي حتى ما نصطدمش بالمركبة اللي تكون في الأمام، أو في بعض الحالات إذا توقف السائق في الأمام وتوقف بطريقة فجائية، هنا أنا إذا خليت تلك المسافة الأمنية اللي راح تمكنني نوقف المركبة بأريحية كاملة وما نتعرضش للحوادث المرور. لأنه ما ننساوش بلي أنه إذا كنت نسير بسرعة فائقة وكانت السيارة اللي راهي في الأمام توقف بطريقة فجائية، نشوف بلي أنه الحادث المروري في حد ذاته هنا راح يكون حادث مرور في بعض الحالات اللي لم يكن مادي وتكون أضرار بالنسبة للمركبتين، لأنه كاين سائق اللي راح يصطدم اللي راح يتعرض للصدام يصدم المركبة اللي تكون في الأمام تاعه، بالتالي هنا راح تكون حادث مادي، أو من جهة أخرى راح يكون حادث جسماني بفعل الصدمة اللي راح تتلقاها المركبتين، وبالتالي هنا راح تكون في بعض الحالات إن لم تكن نقول هناك جرحى على مستوى على في تلك النقطة اللي تشكل فيها الحادث راح يكون فيها لا قدر الله الكثير من الموتى بفعل الاصطدام أو بفعل السرعة تاع المركبة أو بفعل حتى التوقف الفجائي واصطدام السرعة اللي كانت في السائق اللي كان يتمشى فيها ويصدم المركبة اللي تكون في الأمام. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول بلي أنه المركبات بمختلف أنواعها لها دور كبير في ترك المسافة الأمنية. إذا كانت المركبة حتى كان يقول من المركبة الخفيفة هنا حتى القيادة تاعها راح تكون بطريقة سلسة بطريقة آمنة، حتى السائق يقودها بكل أريحية، ولكن عندما يترك ذلك الفاصل بينه وبين السائق الآخر إلا راح يكون له أريحية في توقف المركبة وفي التحكم بها. أما بما يخص مركبات الوزن الثقيل وبالخصوص منهم الحافلات أو الشاحنات، نشوف بلي الحجم تاع الشاحنة أو الحافلة في حد ذاتها راح يكون كبير، وما ننساوش بلي أنه أيضا توقيفها أو كبح العجلة تاعها باش توقف المركبة راح تتطلب وقت، وبالتالي هنا نقول بلي انه على السائق اللي يقود مثل هذه المركبات بمختلف هذه الاحجام ما عليه انه الحاجه الاولى انه يقوم بقياده المركبه ولكن بسرعه منتظمه لي ما ننساوش بلي انه السرعه هي اللي تغلب على تلك المسافه الامنيه. وايضا انه نشوف بلي انه المسافه الامنيه اللي لازم يخليها ما بينه وما بين المركبات الاخرى لازم تكون كبيره، لانه حتى يوقف المركبه تلك المركبه اللي راهي بالحجم تاعها او حتى بالثقل تاعها او ما تحمله في الخلف، بما ننساوش بلي انه كاين الشاحنات اللي راهي مزوده بمقطورات او نصف مقطورات اللي راهي تحمل في بعض الحالات الحاويات او تحمل في بالكثير من غالبيه الاحيان السلع، وبالتالي هنا لازم على ذلك السائق أنه كيف السرعة تاعه أو في بعض الحالات الأخرى أنه يترك مسافة أمنية فاصلة تكون تقريبا في بعض الحالات تكون شوية كبيرة حتى يترك حتى نقول بلي كيف رد الفعل تاعه. حتى عند في بعض الحالات حقيقة نقول بلي السؤال المطروح لماذا أنه كيفنا أنه المسافة الأمنية أو المسافة الفاصلة ما بين المركبات هي من المسببات الرئيسية للحوادث المرورية. نقول باللي كإجابة اللي تكون في اللي تتبادل على كل أذهان نقول باللي أنه السرعة وعدم ترك المسافة الأمنية عندما نكون مسرع
وما نخليش فاصل ما بيني وما بين السائق الآخر إلا وعرضية التوقف الفجائي بالنسبة لي أو كبح المركبة أو توقيفها وخفض السرعة، وأنا ما تكونش عندي القدرة حتى نتعامل مع السائق اللي يكون في الأمام، هنا راح يكون الاصطدام بطريقة مباشرة وراح نتعرض إلى حادث مرور. فلو لم نقل مادي راح يكون حادث مرور جسماني، وبالتالي دائما ندعو من على مستوى كل المنابر أو من خلال كل المنابر سواء كانت الوسائل الإعلامية، وحتى نقول بأن اليوم مصالح المديرية العامة الوطنية من خلال إنزالاتها وإصداراتها عبر الفيسبوك أو شبكات التواصل الاجتماعي اللي رانا نمتلك حسابات بها، إلا أننا نولي أهمية قصوى بالنسبة لترك المسافة الأمنية أو ترك تلك المسافة الفاصلة ما بين كل المركبات، لأنه ردة الفعل اللي راح تكون لدى ذلك السائق راح تكون من خلال تلك المسافة حتى نوقف تلك المركبة. هذا أكيد ليس فقط في أثناء التقلبات الجوية لكن على مدار العام، لأنه المسافة الأمنية عندها أهمية كبيرة. وتشاطرني في الرأي إذا قلت لك أنه كثير من الحوادث المأساوية صارت في الجزائر نتيجة تصادم السلسلات من المركبات، وهذا نتيجة عدم احترام المسافة الأمنية. والله بالفعل أنت كنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا للغاية وهي الاضطرابات الجوية، بالخصوص أنه نشوف لأنه السياقة إذا كانت في الأحوال الجوية الطبيعية العادية إلا راح تحكمها أسس خاصة، وبالتالي كبح المركبة أو توقيف المركبة راح يكون بطريقة سلسة إذا تركت تلك المسافة الأمنية. أما بخصوص الأحوال الجوية المضطربة نقول بلي أن المسافة الأمنية راح تزيد، لأنه ما ننسوش الطريق راح مبلل، في بعض الحالات الأخرى راح تكون الصقيع، في بعض الحالات الأخرى راح يكون الثلج، وبالتالي هنا راح تكون الأرضية زلقة، وبالتالي هنا على السائق يترك أكبر قدر من المسافة الأمنية غير هي المعهودة في الطريق غير المبلل. وبالتالي هنا نقول علاش، نقول دائما السؤال المطروح دائما نطرح سؤال ونقول لماذا نترك تلك المسافة الأمنية راح تزيد، لأنه عندما نكبح أو نقوم بتوقيف المركبة تاعي ما تتوقفش بطريقة آنية في تلك اللحظات، وبالتالي نقول في العديد من الحالات راح تكون هناك انزلاق بالنسبة للمركبة، وبالتالي إذا تركت تلك المسافة الأمنية راح تمكنني من توقيف المركبة أو حتى تكون الاستعدادات أو القدرات البدنية والنفسية تاعي تكون في كل أحوالها، أو حتى عندما نتحدث كما قلت أيضا الحوادث المرورية اللي تكون فيها العديد من المركبات. نقول باللي أنه على مستوى الطرقات وبخصوص المناطق العمرانية والحضرية اللي راهي فيها حركية كبيرة بالنسبة للمركبات، نقول العديد من السائقين شفنا سواء عن طريق الكاميرات أو عن طريق الحوامات اللي راهي تنقل الصور في الميدان، نقول باللي العديد من السائقين الذين يتم توقيفهم أو استيقافهم لا يترك المسافة الأمنية ما بينه وما بين السائق الآخر، وبالتالي هنا عرضية الحادث المروري أو التورط في الحادث المروري راح تكون كبيرة جدا. أو حتى نقول شفنا على الرغم من ذلك أنه كان العديد من السائقين راح يترك مسافة أمنية، ولكن شفنا العديد منهم راح يقوم بالمناورات من خلال الدخول في تلك المنطقة اللي نقول هي منطقة خضراء، هي منطقة مخصصة للكبح وتكوين ردة الفعل، يدخل في تلك المنطقة وهنا راح يوقف المركبات، أو حتى في بعض الحالات الأخرى نشوف العديد منهم يقوم بكبح المركبات. يعطيك الصحة، شكرا. في الأخير ندعو كل المواطنين أنه بالخصوص ما ندعوش حتى ما نقولش باللي مستعملي الطريق اللي راهم هم سائقين أو مشاة، نقول لهم يتوخاو الحيطة والحذر على من خلال تنقلاتهم على مستوى المناطق الحضرية. مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تضع تحت تصرفهم الأرقام الخضراء سواء كان رقم 1548 أو رقم 104 أو رقم 17 لطلب المساعدة الإغاثة أو التوجيه أو التدخل في كل حالة الأحوال. نحن متواجدون عبر شبكة التواصل الاجتماعي إن شاء الله. شكرا، يعطيك الصحة سيد محمد الصداقي على هذه النصائح الصباحية لكل المشاهدين. نتمنى اللي راهم متأهبين للذهاب إلى أماكن العمل نقول لهم سوقوا بحذر وسلامتكم دائما بين أيديكم، ودائما اعلموا أن هناك عائلات بانتظاركم خصوصا أبنائكم، تفكرهم دائما لا تستعملوا السرعة. إلى كل المتابعين والمتفاعلين معنا في هذا الصباح نشكر لكم هذا التفاعل، نبعث لكم هذه التغريدة بابتسامة صباحية إلى غالب تشلبي، إلى لويزا مصور يوسف، إلى كذلك عبد الرحمن هودي، بوشناق حسين، سامي علاق، نطاح، سهام صابري المعلم،
الأحمر معلم حسيني مباركي بن سليمان بربوشي صالح وإلى كل المتفاعلين معنا في هذا الصباح. الجزء الثاني من برنامج صباح الخير يا جزائر بعد قليل ستشاهدون فيه الحديث ولنا نقاش حول تطوير الخدمات الإلكترونية البنكية وتنويع التوزيع في الجزائر من خلال تطبيق بنكي أطلقه البنك الوطني الجزائري. في الصحة مع الدكتور سعدوني فاتحة سوف يكون الحديث عن أمراض المناعة الذاتية والسبيل إلى الوقاية منها. أما الآن فنربط الاتصال بزملائنا من محطتنا التلفزيونية من بشار. يا صباح الخيرات والمسرات. شكرا لك زميلتي من بلاتو المركزي، تحية ليك ولكل طاقم برنامج صباح الخير يا جزائر. مشاهدينا في كل مكان أطيب الله صباحكم بكل خير، نوافيكم دائما في نفس الموعد من محطة بشار للتلفزيون، وسعيدة باستضافة السيد جمال طبال مدير فرعي للمعاشات بالصندوق الوطني للتقاعد بولاية بشار. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك سيدتي، أهلا وسهلا، نشكر محطة بشار على هذه الاستضافة. مرحبا بك معنا. إذن في الأول وسؤالي عن الإحصائيات هنا بولاية بشار. أول شيء في إطار الاستراتيجية العامة للوزارة الوصية وفي إطار المخطط الاتصالي من أجل تقديم آخر خدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتقاعد، يعني تدخل هذا اللقاء من أجل إيصال المعلومات إلى فئة المتقاعدين. ولاية بشار حاليا أو وكالة الصندوق الوطني للتقاعد بشار تسير حاليا أكثر من 32,500 متقاعد ملف تقاعد، من بيناتها هناك 19,000 تقاعد مباشر وهناك 13,500 تقاعد ذوي الحقوق، يعني الأرامل واليتامى تاع المتقاعد بعد الوفاة تاعو، مجموع 32,500 وذلك عبر الوكالة المتواجدة في مدينة بشار، بالإضافة إلى أن هناك 5 مراكز للإعلام والتوجيه في كبريات دوائر بشار. إذن ما هي الخدمات أو الخدمات المتوفرة بالقطاع؟ سؤال مهم هذا، يعني هناك تطبيقات دخلت حيز التنفيذ للصندوق الوطني للتقاعد في السنوات الأخيرة، وبالإضافة إلى هناك تطبيقات حالية يعني سوف نتطرق إليها لاحقا. نبدأ بالخدمات الإلكترونية المتوفرة. هناك أول حاجة الرقم الأخضر اللي هو 3011، هو رقم مجاني من الهاتف الثابت، يمكن المتقاعدين بالاتصال بالوكالة أو بالمصالح المركزية للصندوق الوطني للتقاعد من أجل الاستفسار عن آخر المستجدات أو حتى من أجل تقديم تظلمات أو شكاوى فيما يخص معاشهم التقاعدي. هذا بالنسبة للخط الأخضر. بالإضافة إلى ذلك شرعت الإدارة المركزية في تقديم خدمة الرسائل القصيرة SMS. كما تعلمون يعني سابقا كان هناك الاتصال، كانت صعوبة في الاتصال بالمتقاعدين، كان ذلك عن طريق البريد الكلاسيكي عن طريق الرسائل، وكما يعلم الجميع أن هذه الوسيلة يعني نوعا ما فيها صعوبات وعراقيل وتأخذ وقت كبير باش يعني المتقاعد تلحقوا المعلومة، يعني كانت تتطلب شهور. الآن عبر خدمة الرسائل القصيرة يمكن مخاطبة المتقاعد في يعني في ثواني، ولكن بشرط أنه يقدم لنا أرقام الهواتف. بالنسبة اللي ما عندكمش أرقام الهاتف نتاعهم كيفاش تتعاملوا معهم؟ البريد العادي. هذا هو المشكل، يعني ما زلنا كما يقولون نستغلوا هذه الفرصه تاع الاعلام من اجل ماذا بينا يعني المتقاعدين امدادنا بارقام هواتفهم حتى نتمكن من الاستفاده، حتى يتمكنوا هم كذلك من الاستفاده من خدمه الرسائل القصيره. يعني ارقام الهواتف من ضمن الخدمات الجديده اللي دخلت في حيز الخدمه خلال السنوات الاخيره. بالضبط، وهي ضروريه جدا، يعني من اجل عندما نتكلم عن الرقمنه ونتكلم على العصرنه الى ذلك، يعني الصندوق التقاعد يعني مجبر انه يطالب بالأرقام الهواتف. يعني حتى شيوخ أو كبار السن بما أنهم متقاعدين أغلبيتهم شيوخ، ربما الأولاد نتاعهم ولا الأبناء ولا البنات طبعا يتقربوا إلى عندكم ويقدموا رقم الهاتف هكا باش يسهلوا التواصل مع المعلومات. بالضبط، هذه يعني ماشي تسهيلا على الفئة، كما قلت احنا نتعاملوا مع فئة كبار السن يعني
معروف على ولاية بشار أنها ولاية شاسعة جدا، يعني يمكن لأي شخص يقدم لنا رقم هاتف، يعني يكون ذوي الحقوق أو ذوي أهل المتقاعد يعطينا رقم الهاتف تاعه للتواصل معه. إذا ماذا عن التطبيقات الجديدة اللي دخلت حيز الخدمة مؤخرا؟ بالإضافة للتطبيقات الجديدة، أولا نقدم لكم لمحة حول التطبيق على الهاتف النقال، هو تطبيق retreat.dz الذي تم تطويره بشكل أكثر هذه السنة من أجل تقديم مزيد من التسهيلات والخدمات للمتقاعدين. يعني من قبل ممكن كان يقتصر هذا التطبيق على خدمات بسيطة، الآن عبر التطبيق فيه عدة امتيازات، من بينها يمكن له استخراج شهادة الدخل، يمكن له يعني يدير حساب تاع التقاعد تاعو. هناك عدة امتيازات في هذا التطبيق يعني تم تطويره. بالإضافة إلى ذلك هناك خدمة المساعدة الاجتماعية التي تتم عبر توفير الصندوق لموظف متخصص في هذا الميدان، يقدم مساعدة ميدانية للمتقاعد في بيته، مساعدة منزلية. يعني كما نعرفوا الكبار السن هذوما ممكن مصابين بإعاهات أو إعاقات، يمكن لا يستطيعون التقرب إلى مصالحنا، وبالتالي أنا حد موظف متخصص هو يروح من المنزل تاعه. يعني الرقم أنا نشوفها صبحة يعني تخفف العناء وعناء التنقل بالنسبة للمواطنين. حديثنا مازال راح يتواصل، مشاهدينا راح نخليكم مع هذا الروبورتاج ولنا عودة بإذن الله. الصندوق الوطني للتقاعد هيئة تعرف قفزة نوعية من حيث تحسين خدماتها للتكفل الأنجع والأمثل بالمتقاعدين، وذلك عبر عصرنة قطاعها، بما في ذلك الرقم الأخضر للصندوق 3011 والتطبيق الهاتفي التقاعدي لأجهزة أندرويد. فهل المواطن على دراية بهذه التسهيلات؟ الأغلبية نتاع لي ريتريتير ما راهش على بالهم. واجي اونطوندي سمعته سهل اللي ريتريت الكبار باش ما يديبلاصوش لاكاس، واللي خصو يقولوا ليه في ذاك التليفون. هي بالنسبه للناس اللي شويه تعرف كيفاش تتعامل مع الهاتف مليحه، بصح بالنسبه للناس الكبار شويه الغالب يتلقاو صعوبات بالنسبه للعمليه. تقريب الاداره من المواطن عن طريق كبسه زر فقط دون التنقل الى الوكاله هو الهدف الاسمى من عمليه العصرنه. وفي غضون الاسابيع القادمه ان شاء الله سيكون فيه تطبيق جديد فيما يخص دفع الملفات بصفة إلكترونية عن بعد، وهذه الخدمة سنوفرها لأرباب العمل باش يكون عندهم إمكانية باش يدفعوا الملفات عن بعد، ويكون فيه دراسة مسبقة للملف، وهذا ما سيقلص من في بالنسبة للوقت المخصص لدراسة الملف ودفع المستحقات. تسهيلات في الخدمات المقدمة من طرف الصندوق تطبق اليوم بوكالة الصندوق الوطني للتقاعد ببشار كسائر ولاية الوطن، فما على المواطن إلا الاستفسار حول المستجدات عبر الخط الأخضر للصندوق 3011. إذن شكرا لك الزميلة جويدة بابا أحمد على هذا الروبورتاج، ونعود لك سيد. إذن كيفاش تشوف وصول المعلومة للمتقاعدين بالنسبة لهذه التطبيقات الجديدة؟ اولا كما حكيت من قبل هناك تطبيقات عندها سنوات من اللي دخلت حيز التنفيذ، كنا بدينا في حمله اعلاميه من اجل تبليغ المتقاعدين بهذه اخر الخدمات، من بينها يعني نذكر بالذات يعني كانت سنه 2019 قمنا بمجهودات كبيره، درنا ايام اعلاميه وابواب مفتوحه على مستوى الوكالات بالشهر، استقبلنا المتقاعدين ويعني عبر وزعنا لهم قصاصات تنشرحوا فيها المطالب تاعنا ويعني طريقه الاستفاده من هذه الخدمات. كما ناكد ونعاود قضيه بالاخص الرقم تاع الهاتف النقال. رقم الهاتف هو ضروري. بالاضافه الى ذلك نذكر يعني خاصه سنه 2019 كنا درنا قافله اعلاميه جابت كبريات دوائر بشار، يعني من طرف المدير الوكاله كان سخر موظفين بالوكاله للسير الى تلك الدوائر، وكان احتكاك مباشر مع المتقاعدين في الدوائر الكبرى تاع بشار، نذكر منها العباطله، بني عباس، بني ونيف، القناتسه، وكنا شرحنا لهم الطريقه حتى يستفادوا من هذه الخدمات،
ولكن كما يعلم الجميع يعني جت جائحة الكورونا سنة 2020 كان شوية يعني كما يعلم الجميع كان صعوبة التنقلات وما قدرناش تقريبا من سنة 2020 تقدر تقولي العملية جمدت مؤقتا. ولكن من جهة أخرى دخلت حيز الخدمة هذه التطبيقات واستفدتوا منها طبعا. في زمن كورونا من خلال أنها تمنع تفشي الوباء والحضور يعني المواطن ولا المتقاعد ما لازمش عليه يحضر بنفسه. أكيد. طبعا أكيد إحنا استغلنا الفرصة هذه حتى يعني نلزمهم بإمدادنا بتلك الأرقام. حتى يتم الاتصال بهم إلكترونيا وبالفعل يعني استفدنا من هذيك وكان العديد من المتقاعدين أو الأهل تاعهم قدموا لنا الأرقام من أجل إمدادهم بتلك الخدمات ويعني باش نبسط الخدمة بالذات يعني تتم عن طريقين إما المتقاعد يتصل بالرقم الأخضر اللي تكلمنا عليه 3011 وسوف يتم إعطاؤه اسم المستخدم ورقم المرور الموت باس كما يقولوا حتى يدخل يعني من بيته أو المكان اللي راه فيه يدخل السيت تاع السيانير صندوق التقاعد ويقدم أي معلومات يستحقها يعني يا إما عن طريق اتصال بالرقم الأخضر وإما عن طريق الاتصال بالوكالة. ماذا عن جديد هذا القطاع وتطبيقات أخرى رايح تدخل في حيز الخدمة ولا اللي دخلت هذا الشهر؟ أول كان هناك تطبيق مهم جدا دخل الشهر هذا بالذات بدينا نخدمه به هو فضاء على الانترنت طبعا مسمينه أوريثريت الذي يمكن فيه شقين شق خاص بالمستخدم الامبلوير الذي يعني لاحقا هو من يتولى ملء استمارات التقاعد للموظفيه قبل يعني الموظف يجي الوكالة يعطينا الملف مباشرة اللي يترتب عليه تعطيل المصالح تاعه واكتظاظ على المستوى الشبابيك الآن المستخدم الامبلوير يقوم بملء الاستمارات والمعلومات حول الموظف الراغب في التقاعد ويتم تحديد له موعد مع مسؤول المصلحات التقنية حتى يأتي إلى الوكالة ويلقى الملف الموجود تجارة هو كما يقولون مسيزيف إلكترونيا والعلاقة تكون مع الكوريسبوندون المستخدمي مراسلي الوكالات وليس المتقاعد لحد ذاته يعني هنايا راحين نقصوا عناء التنقل على الموظفين. ماذا بالنسبة للمتقاعدين في مناطق الظل؟ بالضبط هذا سؤال مهم جدا وكما قالوا جوهري احنا الاشكاليه الكبيره ليست مطروحه بالنسبه للمتقاعدين الجدد يعني المتقاعدين الجدد الذين يودعون ملفاتهم الان يعني سنطالبهم بارقام هواتفهم بصفه اليه وتلقائيه يعني الاشكال راه في المتقاعدين القدماء كما يعلم الجميع كما قلت قبل قليل اننا نسير 32 ألف ملف تقاعد كان صعوبة في الاتصال مع المتقاعدين القدماء الذين سبق لهم الاستفادة في سنوات الثمانينات والتسعينات هؤلاء يعني الدور الكبير راه مرتبط بهم لأنه كما يعلم الجميع أن الصندوق راه يطالبهم كل سنة بتجديد وثائقهم وثائق الحالة المدنية هذه تعتبر هذه الإنجاز كبير أو ثورة تكنولوجية كما يقولوا سوف نتخلى عنها إن شاء الله بهذه السنة الآن تطبيق على مستوى السلطات العليا يتم تجهيز تطبيق يمكننا من معرفة الحالة المدنية للمتقاعد دون عناء استدعائه ودون تكليفه بالإتيان إلى شبابيكنا واستخراج وثائق اللي كنا نطالبها من العام العام الآن فقط عبر التطبيق إن شاء الله الذي سوف يعلن عنه عن قريب سوف نحيي الملفات تلقائيا. إذن ما هي الإيجابيات اللي التمستوها منذ دخول الرقمنة في قطاعات الصندوق الوطني للتقاعد؟ طبعا أكيد الآن كما يعلم الجميع الإدارة العصرية أو الإدارة الحديثة تسير نحو تخفيض الأعباء تنقلات الأشخاص أولا من خلال التنسيق بين الإدارات من قبل السنوات الماضية مثلا كنا نطالب المتقاعدين باستخراج عدة شهادات الآن الصندوق هو يعني عبر توفير
البيانات الاتصال عبر الانترنت، نحن من نقوم باستخراج بعض الوثائق مذكور منها مثلا شهادة الميلاد. الان على مستوى وكالة البشار ما نش نطلبوا بشهادة الميلاد، نستخرجوها نحن شهادة الميلاد للوكالة. مثلا كان وثائق ضرورية عدم الانتساب في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وعدم الانتساب الصندوق الوطني للتأمينات لغير أجراء كاسنوس، قديما قبل سنوات كنا نطلبها شخصيا من المتقاعدين. الان هذا الاجراء ديجا كما نقولوا خففنا العبء على المتقاعدين، لان تستخرج اليا من طرف الوكاله. وبالتالي هذا الشيء اولا نقص عناء التنقل للمتقاعدين لا سيما كبار السن، وثانيا نقص علينا احنا الطوابير والاكتظاظ، بما انه نحن من يتولى استخراج اغلبيه الوثائق. يعني كاين هناك متقاعدين كبار في السن وما عندهمش خبره في مجال الرقمنه. بالضبط، هذه من بين العوائق يعني المشاكل اللي تلقاها الصندوق. احنا نقولوا من ناحيه الرقمنه نحن في جاهزيه، ولكن كما يعلم الجميع نحن نتعامل مع فئه خاصه كبار السن، لا سيما يعني ممكن متقاعدين فوق 80 سنه و 90 سنه، من الصعوبه انهم يتعاملوا بالاجهزه الذكيه وما عندهمش كما يقولوا اخر، ما يعرفوش تطبيقات. وبالتالي يعني احنا من طلبوش يكون التعامل الشخصي بالمتقاعد، يكفي واحد مولد المتقاعد او ذوي الحقوق تاعو يعني الاهل تاعو نتصلوا به. احنا كما قلت قبيل الرقم ليس بالضروره يكون الرقم الشخصي تاع المتقاعد، يعني يكفي انه يكون رقم فقط نتصلوا بواحد من اهله اللي لحق له المعلومه. يعطيك الصحه استاذ جمال على هذه المعلومات القيمه اللي فتنا بها. اذا مشاهدينا عليكم تستمتعوا بهذه الوصله الموسيقيه ونعود لكم. مع الخواتقين
شكرا على حضورك معنا مشاهدينا. وصلنا إلى نهاية هذا الإرسال المباشر. زميلتي من بلاطو المركزي لك الخط. شكرا لك زميلتي نوال، وإلى كل زملائنا في دنيا وإلى كل زملائنا بمحطتنا التلفزيونية من بشار. عودة مرة أخرى إلى البلاطو المركزي وتكملة بقية برنامج صباح الخير يا جزائر. الوضعية الجوية لهذا الصباح وتنبؤات الطقس مع كريم. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صباح الخير حياة، صباح الخير مشاهدينا الكرام. ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة لنهار اليوم إن شاء الله، وضمن تيارات جنوبية غربية على المناطق الشمالية، فعليه مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال نهار اليوم إن شاء الله بداية الأسبوع. أجواء مغشات على كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات، حتى الرياح إن شاء الله خلال نهار اليوم ستشتد خاصة على الواجهة الساحلية الغربية. بالجنوب كما قلت ضمن تيارات جنوبية غربية كذلك سحب ركامية، احتمال لبعض الأمطار على مناطق الجنوب الغربي. رياح ستشتد على كل من أقصى الجنوب كذلك الصحراء الوسطى. زوابع رملية ستنشط بكثرة، كل هذه الزوابع رملية ستلتحق على الهضاب العليا الغربية. درجة الحرارة كما قلت في ارتفاع، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال نهار اليوم إن شاء الله. طقس حار سيميز مناطقنا الغربية إن شاء الله خلال نهار اليوم، راح نرتقب إلى غاية 31 درجة على في انتظار الصورة. إذا 33 درجة أقول على كل من شلف، غليزان، عين دفلة، 25 درجة هنا بالعاصمة، نفس المقياس على بومردس وتيبازا، 26 درجة على تيزي وزو والبويرة، 22 درجة على الهضاب العليا الغربية والوسطى على كل من الجلفة كذلك الغواط وأيضا المشرين عامة والبيض. مقاييس ما بين 25 درجة إلى 27 درجة على شمال الصحراء، تقريبا نفس المقياس على تام نراست، 24 درجة على ولاية جانات. دائما طقس حار سيومي الصحراء الوسطى كذلك أقصى الجنوب. مقاييس ما بين 32 درجة إلى 34 درجة على كل من برد بج مختار، عين قزام، تيميمون، كذلك عرق الشاش وعين صلاح وحتى على ولاية أدرار. فيما يخص الملاحة والصيد البحري لنهار اليوم إن شاء الله، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر من هادئ خلال هذه الصبيحة إلى قليل اضطراب خلال الظهيرة إن شاء الله، ليتحول إلى مضطرب أواخر النهار على كل من السواحل الغربية وحتى على السواحل الوسطى. هنا رياح كذلك ستشتد ضمن التيارات شرقية أحيانا شمالية شرقية تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة، تبقى معتدلة على الواجهة الشرقية تتراوح ما بين 10 كيلومترات إلى غاية 40 كيلومتر في الساعة. أحوال الطقس على بعض عواصم شمال إفريقيا، أين كذلك تقريبا الأجواء مغشات على جل العواصم، سحب أحيانا كثيفة على نواقشط كذلك نيامي، أجواء مشمسة على نجامينا والخرطوم. درجات الحارة شمالا تتراوح ما بين 22 درجة إلى غاية 25 درجة على العيون المحتلة، 29 درجة على نواقشط. ترتفع جنوبا تتراوح ما بين 34 درجة على الخرطوم، مرورا ب 37 درجة على نجامينا، لترتفع لغاية 38 درجة على نيامي. لنهار اليوم إن شاء الله بداية الأسبوع 28 من شهر مارس، غروب الشمس إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 7:06. ولأكثر تفاصيل عن أحوال الطقس دائما مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. بعد الفاصل العودة لحياة. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. شكرا كريم. تذكير ثاني إن شاء الله بعد قليل لمعرفة أكثر أحوال الطقس، خصوصا لما فتته النشرية في هذا الصباح أو كل اليوم عبر قنوات التلفزيون الجزائري. هناك نشرات جوية خاصة بنهار اليوم والوضعية الجوية. إذن الحديث الآن سوف يكون حول موضوع التطبيقات، التي تطبيق رائع أطلقه البنك الوطني الجزائري ويم باي. لنا حديث في هذا الموضوع مع ضيف البرنامج. ضيفتي لهذا الصباح هي سيدة هبة يحيى، مكلفة بمهام لدى النقد
لدى مديريه النقد معاملات النقد في البنك الوطني الجزائري. مرحبا بك سيدتي. الله يسلمك. كيف احوالك؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. من بين اهم التطبيقات التي اطلقها البنك الوطني مؤخرا هو تطبيق ويم باي وهو تطبيق مهم جدا، يتيح الاريحيه وعنده افاده كبيره خصوصا لدى المتعاملين وكذلك الافراد والمؤسسات. لنا تفصيل اكثر في هذا الموضوع لكن بعد مشاهده هذا الريبورتاج. إن شاء الله تفضلوا معنا. في تكنولوجيا أصبح الآن يفصلك خط زمني رفيع بين يديك لكل معاملاتك المالية اليومية وإدارة أعمالك التجارية بهذا التطبيق الخاص بالبنك الوطني الجزائري. هذا التطبيق ويم باي برو بيانا مخصص لزبائن البنك الوطني الجزائري أصحاب المؤسسات التجار. يسمح هذا التطبيق باستقبال الدفع الإلكتروني. يمكن لكل زبائن البنك الوطني الجزائري بتحميلها عن طريق البلاي ستور ولا عن طريق الأبل ستور من أجل القيام بعملية التحويلات الآنية أو طلب الحصول على الأموال أو الدفع الإلكتروني عن طريق تكنولوجيا الكيوير كود ديناميك. معناها كل معاملة تجارية يكون عندها واحد العلامة سرية خاصة بها ليقدر يقوم بها الشخص الطبيعي اللي راهو حاضر بقيام عملية الدفع الإلكتروني. نروح نقدم لكم اون دوموند دارجون اللي راح تندار انتر دو بارتيكولي كيما تشوفوا هكا جو لي كونفيرمي. alors هنا شفنا بلي راهو تعمر لها لو سولد تاعها وطلع لها ب 1000 دينار او خرج لها اون فير. دوك انا نبعت لها مبلغ مالي، هنا ندير انفاي دو لارجون، نبعث لها 500 دينار. دونك هادوما سو سون لي دو بوسيبيليتي تاع لا دوموند دارجون اي لو ترانسفير. لو ترانسفير اي نيسيسيت با اون فاليداسيون، ماشي لازم يعني نقبل ولا نرفض. بالنسبه للتطور التكنولوجي اللي راح حاصل في البنك الوطني الجزائري يعني هو حاجه بزاف مليحه، وهذا التطبيق ساعدنا كثير في حياتنا وسهلنا سهل علينا بزاف يعني امورات كثيره. انا طالبه جامعيه وكما على بالكم كامل عندي التزامات تاع دراسه، الوغ هذا التطبيق وفر عليا جهد ووقت كثير، يعني نقدر نتصل بالاب ديالي ويبعث لي الاموال. يوفر هذا التطبيق الكثير من الإعدادات مثل إدارة الميزانية وكشف العمليات المحققة بالنسبة للمؤسسات، كما يتيح إمكانية قبول عمليات الدفع التي تستخدم رمز الاستجابة السريع. تقدر تخير يعني إذا كان عندها تاكسي، لا ريستوراسيون، بيتزيريا، بارفيمري، on peut avoir plusieurs points de vente disponibles. هنا لاغرو alimentaire. الوغ كي تعبز على الزر اونكيسي، انا هنا نروح نعبز على الزر باي. كي نروح نسكاني الكود كيو ار راح تندار بصفه اليا. هنا نشوف بلي عندي دو بوسيبيليتي، نقدر نخلصها ولا كيما كنا شفنا باغ اكزومبل دون ان ريستوران ولا اون بيتزيريا ولا ما عنديش اسيد ليكيد، نقدر نقسم هاد لاديسيون تاعي. انا كمتعامله في هذا التطبيق ساعدني بزاف، مثلا في لي سوبيرات كي ما يكونش عندي دراهم ناقصني ولا ما عنديش باش نخلص يساعدني باش نحول النقود تاعي باش نخلص المشتريات تاعي. ويم باي بيانا او تطبيق الدفع الالكتروني تطبيق بزاف مليح ومساعد، سواء من جهه انه مواكب للتطور التكنولوجي يعني من جهه، ومن جهه اخرى يساعدنا في انه ينقص علينا عبء التنقل حتى للمؤسسه او البنك باش نكملوا تجاه المعاملات نتاعنا سواء كتجار او كزبائن. هذا التطبيق يتماشى واستراتيجية السلطات العمومية في مجال تطوير الخدمات البنكية الإلكترونية والخدمات عن بعد في انتظار خدمات أخرى.
تطبيق ذكي جدا يستعمل عن طريق الهاتف، وشروط الالتحاق بهذا التطبيق وكيفية تحميله هذا ما سنتحدث فيه مع الضيفة لهذا الصباح سيدة هبة يحيى. مرحبا بك مرة أخرى. لكن قبل ما نفصل في هذه الأمور عرفينا فيها بهذا التطبيق. تطبيق هدايا وين باي بيانا هو وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني عن بعد، دونك يمكن استخدامه عبر هاتف ذكي سمارت فون، دونك لازم يكون عندك سمارت فون. يعتمد على رموز الشريطة الذكية اللي هما لي كيو ار كود، وهذا التطبيق هذا يكون يقدروا يشتركوا به الزبائن اللي يكونوا ديجا مشتركين في تطبيق اخر اللي هو البياناتيك. دونك فوالا، دونك هو وسيله من وسائل الدفع الالكتروني عن بعد سون كونتاكت. شروط الالتحاق بهذا التطبيق وشكون هم الاشخاص؟ هل هم الافراد المهنيين المؤسسات اللي يقدروا يلتحقوا بهذا التطبيق؟ الوغ شروط الالتحاق بهذا التطبيق ديجا لازم كيما قلنا مقبل لازم نكونوا مشتركين بتطبيق اخر مرتبط هذا التطبيق اللي هو تطبيق البياناتيك. لازم نكون طلعناه ديجا حملناه على الهاتف النقال ديالنا. لازم يكون عندنا بطبيعة الحال سمارت فون، دونك نعم. هاتف ذكي. لازم نكون كونيكتي، لازم تكون عندنا الانترنت كي نكونوا باغ اكزومبل باك نطرقوا الامثله، لازم تكون عندنا انترنت. لازم بون نقول لنا البياناتيك نحملوا التطبيق هذايا نعم. على الاب ستور ولا على البلاي ستور. يكون عندنا انترنت، ولازم حاجه مهمه لازم يكون عندنا رصيد بالحساب تاعنا، اكيد سينو ما نقدروش نديروا على المعاملات. لازم فوالا لازم يكون الحساب تاعنا فيه رصيد، وهو انا نظن انه يلعب دور على غرار لا كارت مانيتيك، يعني عنده نفس هو وسيله من وسائل الدفع الالكتروني يعني والله تطبيق رائع جدا ويسهل امور الحياتيه. بالنسبه لهذه الخدمه اهم الاشياء اللي توفرها لكل المستعملين والخدمة. قلنا مقبل نهضروا على الاشخاص اللي يقدروا يستخدموا فوالا نعم. دونك الناس اللي يقدروا يستخدموا البياناتيك كاملين بلوتو وين باي. ديجا قلنا شنو هو الوين باي، فوالا وين نو عرفناه بصح شنو هو وين باي. دونك وين باي هو وورلد دبليو سي وورلد انستنت موبايل بايمنت. دونك كي نشوفوا الترجمه باللغه العربيه هو عالم انستنت فوري موبايل بايمنت، دونك موبايل دفع. دونك فوالا دونك هذه هي الترجمه تاعو الوين باي بيانا عالم الدفع الفوري ربما نعم. دونك قلنا الناس اللي يقدروا يستخدموه هما كل الافراد، دونك الافراد الخواص المؤسسات التجاريه الاشخاص اصحاب المهن الحره، دونك الطبيب المحامي، دونك كامل هاد الناس هادو ما يقدروا يستخدموا الوين باي وعلى غير الافراد ويعني سهلهم امور الحياه خصوصا لما تكونش السيوله متاحه عندهم. كما شفنا مقبل في الغوبورتاج زملاء تاعي وراو غوبورتاج وراو تطبيق برتقالي لونه برتقالي، هذاك التطبيق البرتقالي هو مخصص للافراد، دونك انايا ولا انتيا نقدروا نديروا كي نروحوا نحملوه برتقالي لانه انت فرد ماشي مؤسسة ولا المؤسسات والأصحاب المهن الحرة عندهم تطبيق واحد آخر اللي هو أخضر يروح بين الأخضر والأزرق، وكاين نفس التطبيق واحد آخر ثالث هو بنفسجي هذاك يكون في لي بوان دو فونت. دونك باغ اكزومبل كيكون نعطوه مثال تكون عندك سوبرات كبيرة نقولوا مش ما نعطوش لي بارك سوبرات كبيرة، وكاينين هذيك السوبرات كاين شوية في كل أماكن الجزائر غادي العاصمة ولا محلات تجارية كبرى عندها فروع على مستوى الوطن. دونك الآخر برانسيبال يكون عنده الأزرق و لي بوان دو فونت تاعو يكون عنده الجولي، دونك باش يطلعوا كامل غادي الآخرين كاملين يعاودوا يولوا الآخر برانسيبال تاعو. دونك هذه هي. واش قلنا ماذا توفر الخدمه هذه بالضبط؟ الوغ هذه الخدمه هذه تمكن المواطن من القيام بتحويلات. دونك في التحويلات هذه عندنا ثلاث نقاط. نعم. دونك التحويلات كاين وين انت تقومي بطلب تحويل، دونك انت كي مستحقه دراهم وتطلبي لواحد اخر اللي يكون عنده دايوغ في لي كونتاكت تاعك يخرجوا لك كامل الناس اللي عندهم الوين باي هذا التطبيق. وانت كي محتاجه دراهم راكي في تاكسي ولا راكي برا حد تخلصي ونسيتي الحاجات يقدروا يسيروا. نسيتي البورتفوي تاعك ولا تشوفي الناس اللي عندهم وين باي تطلبي منهم يسلكوك في هذيك اللحظه هذيك يبعثوا لك دراهم. دونك هديه تقدري كانت انت تتلقاي طلب عند اختك عند اخوك عند ابوك تقدري تلقاي طلب باغ اكزومبل نقولوا واحد طالب في ولايه
وباباه في ولايه اخرى، هذاك الطالب يسحق دراهم يدير طلب لباباه. دونك باباه يبعث له تم انستانتاني فوريا يلحقوا له دراهم، يلحقوا مباشرة. فوريا مباشره. وكاين انت راكي قاعده في بيتك راكي حابه ديري ان كادو، ولا تبعتي لامك تبعتي لاختك قالها لا نتحول لها هذا المبلغ. دونك هادو هما دونك في التحويلات كاين ثلاثه اللي تطرقنا عليهم دوك. وعندك كاني تقدري ديري دفع، دونك راكي راكي عند الطبيب حبيتي تخلصي الفحص ديالك، دونك لا كونسلطاسيون تخلصيها بالوين باي، لازم بيان سور الطبيب هذاك يكون ثاني مشترك بهذا التطبيق. راكي في سوبرات حبيتي تقضي حبيتي دونك ديريها اوسي، خرجتي مع صحابك باش تاكلوا دونك تقدروا تقاسموا الفاتوره بالوين بين كل واحد يخلص الاخر تاعو. نعم. الحصه ديالو. دونك هذه هي من بين المزايا اللي ربما. نعم ولكن اكيد انه الاتجاه الى العصرنا والرقمنا اليوم اضحى ضروره حتميه على جميع القطاعات. أكيد. والبنك الوطني اكيد عنده مشاريع مستقبليه في هذا المجال. لو تحدثنا بلغه الارقام سيده يحيى حول عدد الوكالات الرقميه اللي ربما مع اللي عنده البنك الوطني. الوكالات دونك حنا نعيطوا لها فضاء رقمي، فوالا دونك اسباس ديجيتال. الفضاءات الرقميه اللي عندنا لحد لغايه 31 ديسمبر 2020 كانت عندنا 12 وكاله رقميه. نعم. لازم نقولوا برك 12 وكاله رقميه كانوا عبر كل التراب الوطني، دونك باش ما نديروش الفرق في الشرق في الجنوب في الشمال في الغرب. دونك 12 وكاله الى غايه 31 ديسمبر 2020. وعندنا ان شاء الله هدف مسطر السداسي الاول 2021 اللي هو ان شاء الله نلحقه باذن الله 20 وكاله رقميه. نعم فوالا ان شاء الله. اكيد هذا ما يطمح ليه كل المجالات. انا قلت في الجزائر ليس فقط البنك او احنا ماذا بينا الرقمنه توصل الى اعلى مستوياتها في الجزائر. لازم نقولوا برك باللي هذا التطبيق هذا وين باي بينا هو تطبيق امن 100%. امن 100%. هذا ربما من المزايا. المزايا تاعو هو تطبيق امن 100%. لو كان انت تبعب تخلي الهاتف النقال السمارت فون تاعك في المكتب ديالك وتنسايه تروحي تخرجي مع صديقتك ولا زميلتك تتغداو برا وراكي حابه انت تخلص تقولها سلفي لي الهاتف تاعك باش انايا نقوم بالدفع بليدنتيفيون تاعك. نعم. دونك ما تقدريش وعلاه ميم وكان بليدنتيفيون تاعك سي با كو ما تقدريش سي كو يبعثوا لك في لادريس ميل تاعك ديجا يبعثوا لك بلي فوالا قال واحد يحب يقدر يدخل دونك امن 100%. وبيان سور كيش يقولوا المزايا بين المزايا تاعو المهمه هو السرعه دونك سي انستونتاني تم تلحق لك ماذا بينا كل التحويلات الماليه هكذا تكون سريعه جدا وتسير الميزانيه دونك تقدري ديري جيستيون دو بيدجي تاعك باسكو فعندك في السمارت فون تاعك تدخلي في التطبيق الوين باي بيانا تلقاي كامل لي موفمون اللي درتيهم قال في السوبرات ها شحال خسرتي بالوين باي ها شحال خسرتي شحال صرفتي في الصيدليه هاي شحال صرفتي في الاخر تاع الملابس هاي شحال صرفتي دونك يسمح لك انه تسيري الميزانيه ديالك. الصحة في الأخير سيدة هبة واش تقدري تقولي لنا عن هذا التطبيق وعن الرقمنة بصفة عامة في الجزائر؟ الرقمنة أنا أظن باللي كمان طورنا أكيد فوالا دونك البنك طور رجع عنده ديزيسباس ديجيتو فضاءات ما هدرناش برك على الفضاء الرقمي. دونك الفضاء الرقمي أوسي يقدر نديرو فيه بزاف اشياء. دونك فضاء الرقمي تدخلي راكي انتيا هو الزبون وانتيا هي المكلفه بالزبائن دونك لا شارجي كليونتيل دونك انتيا كلش تخدمي لنفسك عندك تابلات عندك اون اسيستونس تعيطي العميل اللي يخدم في البنك. نعم. ماشي العميل المكلف بالزبائن تعيطي له يقدر يرشدك يعطيك ارشادات تقدري تقومي بزاف بعمليات في الشبابيك تاعنا الاليه وبلا ما تروحي تربحي وقتك فوالا. يعطيك الصحة شكرا لك. شكرا لك شكرا لك وفاق. يعطيك الصحة شكرا لك. يعيشك شكرا. إذا شهر مارس هو الحديث عن الثورة وعن الشهداء رجال ساروا على خطى الرجولة حموا أرضا وكتموا أسرارا فالجزائر اليوم تفخر أن لديها رجالا.
زيت في 29 نوفمبر 1928 في عين طايا. محمد زعموم هو ابن أستاذ وأمين بلدية في إغليم. يتجند وهو شاب مع أخوه في الكفاح السياسي، والتحق بالمنظمة الخاصة بصفة مسؤول الوحدات المختلفة في المناطق. لما تفكت هذه المنظمة توقف زعموم من طرف شرطة المخابرات العامة وتسجن في تيزي وزو 22 يوم تحت التعذيب مع طرف بحتى شيء. وبعدها أطلق سراحه سنة 1954، وبهذا يشارك في التحضير لحرب التحرير ضمن لجنة منطقة القبائل مع كريم القاسم وعمران. تعين مسؤول على دلس وبرج منايل عند اندلاع الثورة، وبيان أول نوفمبر 1954 كان طبع في قريته، وبهذا أصبحت الشرطة تبحث عليه. في 1956 تحكم عليه بالإعدام. عضو في المجلس الولائي يخلف سي محمد على رأس الولاية الرابعة. في سبتمبر 1957 يسافر للمغرب وين تعين مساعد العقيد بومدجن في قيادة الأركان في الغرب. ما التحقش بهذا المركز وفضل يمشي لتونس لإيصال الأسلحة للمناطق الداخلية. في جوان 1958 سي صالح كما كان يسموه رفقاء الكفاح يرجع للولاية الرابعة، وكان في هذه الفترة عضو للجنة الوطنية للثورة الجزائرية، ويصبح في 1959 القائد السياسي العسكري للولاية الرابعة. عام بعد الحكومة الجزائرية المؤقتة تعطيها أمر يتوجه لتونس، يمشي معه 12 جندي. محمد زعموم الملقب سي صالح يقتل مع جماعته في 20 جويلية 1961 في منطقة البويرة. شهر التضحيات شهر الشهداء، رجالات حاربوا من أجل هذا البلد الكبير، من أجل بلد الحريات، بلدنا العظيم الجزائر. أكيد دائما سوف يكون لنا الحديث في هذا الموضوع خصوصا في شهر الشهداء. لازلنا دائما معكم من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، المتعة والترفيه وكذلك الخدمة الصباحية هو عنواننا وشعارنا. الآن نأخذكم إلى زميلتنا حياة مقطوف والحديث عن التسامح، خصوصا التسامح داخل الأسرة الجزائرية. صباح الخير حيوتة، وش راكي؟ الحمد لله وأنت بخير؟ بخير الحمد لله. الحمد لله، مرحبا بكم ومرحبا بالضيفة الكريمة. نشكر حياة، نقول المشاهدة طبعا، نقول المشاهدين طبعا صباحكم سعيد، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من ركن أسرتي. حديثنا اليوم عن ثقافة التسامح وأهميتها في الأسرة وعلى بناء العلاقات وأيضا الحفاظ على الجانب النفسي والجسدي للإنسان. يقال أنه الإنسان المتسامح قال أعقل الناس أعذرهم للناس، فالتسامح من شيم الأقوياء، وسر سعادة الأسرة هو في المسامحة والصفح. إذن حديثنا اليوم عن أهمية التسامح، نقاط كثيرة رح نطرقوا لها في ركننا لهذه الصبيحة، فابقوا معنا مشاهدينا. رح تكون معنا ضيفة حاضرة معنا رح تجاوب على جميع الأسئلة اللي نرحب بها في هذا الركن، وهي كنزة فازية مرزوقي، طبيبة في الطب الوقائي ولايف كوتش أيضا ومحاضرة في تطوير الذات. صباحك سعيد. صباح الخير حياة، صباح كل الطاقه، وصباح لكم المشاهدين اللي متابعونا ويستفادوا من هذا الموضوع المهم جدا. نشكرك دايوغ، دائما دائما نكون سعيده اني نكون ضيفه. شكرا تاعك. انا اسعد، خاصه اهميه هذا الموضوع على الفرد والاسره والمجتمع. اذا نبداو باول نقطه، عندما نقول التسامح ولماذا نتسامح بداية؟ تفضل. إذا مهم جدا أن نفهموا لماذا نتسامح. باش نفهموا لماذا نتسامح، خلينا نشوفوا وش يصرى لما ما نتسامحوش، لأنه السبب كامل والهدف والحكمة من التسامح راهو في أن نتفاداو وش يصرى لما ما نتسامحوش. وش معناتها ما نتسامحوش؟ الإنسان لما نتكلموا على حالة وين لازم نتسامحوا، معناتها كاين صرى شيء، كاين أذى، كاين إنسان ضرنا وحنا نتسامحوا. لكن النقطة الأولى اللي لازم نفهموها هو أنه لما نتسامحوا راح نتسامحوا من أجلنا مش من أجل الإنسان اللي ضرنا، يعني نخرجوه من المعادلة.
لما نتسامحوا نتسامحوا من اجل نفسنا. علاش؟ لانه لما ما نتسامحوش لما نقعدوا نتذكروا واش الاذى اللي صرا لنا راح نعاودوا نعيشوه بنفس يعني الاثر تاعو على جسمنا على صحتنا حيكون نفس الشيء. الانسان اللي يقعد مثلا صارت له حاجه منذ 5 سنوات وما سمحش للانسان هذاك راح يعاود يعيش من الناحيه الفيزيولوجيه نفس الاثار نفس الهرمونات والاشياء اللي تفرز اللي مع الوقت لما يصبح مزمن حتى تصبح كانها سموم. يعني كانه الانسان هذاك يعيش وهو راوي يعني يضر في نفسه كل ما يعاود يتفكر راوي او يضر في الاعضاء نتاعو يضر في الصحة الجسدية نتاعو وراح يضر من الناحية النفسية راح يكون كأنه سجين الآخر. نعم. طيب راح نفصلوا أكثر في الموضوع، ولكن مشاهدينا احنا تلاقينا بالمواطنين حبينا نشوفوا إذا متسامحين ولا لا، حبينا نشوفوا رأيهم فيما يخص أهمية التسامح في الأسرة والمجتمع. نتابعوا مع بعض صبر الآراء ولنا عودة للحديث أكثر. تفضلوا. Sincèrement, c'est très important, surtout. Normalement, c'est pour la famille. Sincèrement, entre familles, entre deux sœurs, entre deux frères, les cousins, l'âme, tout, tout. Ou Adjouza, ou Arousta, je ne sais pas, tout ça. C'est entre le mari et sa femme. L'islah bin Hadi ou Hala. Maintenant, il y a une machine qui est là. Maintenant, c'est le jour de la maison. أروح قال المرأة نتاعك راهي تقول فيك غير الخير، يعني اللي بغى يعني كذا هذا مش إيه، ويجيب يعني الزوجة تقول لها هذا راه هذا فيك، يعني راك دير تسامح أنت، يعني راك يعني تصلح بين الأمة وبين الأسرة. تسامح إنسان كريم في مشاكل عقبناهم في الدار مع الأسرة مع الفاميليا مع خوك مع مرت خوك مع دائما التسامح له. أن كوبل مزوجين نهار الأول يعني مش تفهموا على الخير وعلى الشر، يتقبلوا الحياة كما تكون، وكي يكون بيناتهم مشكلة هذاك الصغير وعلاش ما يتسامحوش من مفروضة. كاين مثل يقول إلاش زوج متفاهمين عرف الدرك على واحد، الفوضغي كو كالكان ساكريفي واحد فيهم لازم يسمح من حقه. صراولي مشاكل وماشي مشاكل تاع اللي يسامح فيهم، وكنت مسامحة باسكو سمعت ربي سبحانه قال لك مسامح كريم. بزاف الناس غلطوا معايا وسمحت لهم باسكو سي بيان، مليح مليح تسامحي، تكون عندك لا كونسيونس ترونكيل، ترقدي في الليل بيان، ترقدي تري تري بيان كي تسامحي. كي ما تسامحيش واش راح ديري؟ وين تلحقي؟ ربي سبحانه ويسامح عبده، وين حنا واش نكونوا حنا باش ما نسامحوش؟ غلطوا معايا يعني في الحق، ولكن نقول لهم يعني بارك الله فيكم، هما يجوا يقول لك اسمح لنا، لأن الإنسان يعرف يسيس، يكون عنده طريقة الحسنة، ما يكونش سوء تسيري وتهاء آخر، يعني اللي يكون يعني مسامح. يعني الانسان يعني زوج تسامح بيناتهم عندك اجر عند الله سبحانه وعز وجل. انا اسمح من حقي، انا والله نسمع من حقي. يقولوا كلام ماشي مليح يقيس كلام ماشي مليح امور تغيدك عمرك. بصح والله غير في الحياه هذه نشوفوا واحد المؤمن لازم ما يحكمش هذيك الحسن هذيك الشحنه هذيك حرام. انا يقول لك الجنه ما يشوفهاش انسان، حتى ما نصحش ما مدال يضرني كلش والله نسمح له. إذن هذه كانت آراء المواطنين فيما يخص أهمية التسامح ودورها في الأسرة ما بين الزوجين. واش تقولي لنا، واش تعلقينا على هذه الآراء، واش رأيك فيها؟ آراء يعني مهمة. كاين رأي اللي قالت واحد السيدة، قالت إذا كانوا زوج متفاهمين معتها الدرك على واحد، وهذا هي فكرة خاطئة في الأسرة. لأنه لما نتكلموا على التسامح مثلا لو ناخذوا مثال على الزوجين، أن نتسامحوا لا يعني أن نتحملوا الأذى لنفسنا فقط، هذا كيف يقولوا معنى خاطئ للتسامح. التسامح هنا نعاودوا نولوا لتعريف التسامح. التسامح مش انك لما يجي واحد يقول لك اسمح لي تسمح له، فقط لما مثلا في العلاقه الزوجيه انك باش تحافظ على العلاقه الزوجيه، مش هذا هو الهدف. الهدف من التسامح هو الوصول الى السلام الداخلي. يعني نهار تحس باللي خلاص تحصح من قلبك سامحت، واللي هذاك الانسان ما عنده حتى اثر عليك، هذاك الحدث اللي صرا لك ما عندوش ضرر، ما ولاش يعني تحررت من الانسان من الاذى نتاعو، هنا تقول صح سامحت من اجل نفسك. واذا
التسامح الحاجة اللي نشدوها. التسامح يساوي السلام الداخلي. التسامح ليس وسيلة، التسامح هدف بحد ذاته. إذن احنا واش لازم نتعلموا ما هي الوسيلة؟ يعني السؤال اللي نطرحوه ماشي هل أسامح أم لا، يعني هذا ما فيهاش نقاش، لازم نسامحه، نسامحه من أجلنا، لأنه هنا النقطة الثانية المهمة جدا، التسامح يساوي الصحة. التسامح هو جزء من الهيلثي لايف ستايل، النمط المعيشي الصحي، وإلا حبينا نعيشه بصحة وسعادة لازم نتسامحوا. أنا تحدثت على نقطة مهمة جدا، هي أهمية التسامح على صحة الفرد. نعم. النفسية والجسدية، نتحدث عليها أكثر. نعم. إذا قلنا أنه الإنسان لما ما يسامحش راح يعاود يعيش هذاك الحدث اللي صار له. نعم. يعني تخيل أنه إنسان ضره، خدعه، سرقه، أو كان السبب أنه في الشرف في العمل تاعو، مهما كان. نعم. درجة الأذى تختلف، وسهولة التسامح تختلف حسب درجة الأذى. والطريقة اللي نتبعوها باش نتسامحوا تختلف. إذن كاين أثر، قلنا كاين أثر على الصحة الجسدية، يعني راه يتسبب في أمراض. كاين أشخاص نقدروا نعتبروها كما التدخين مثلا، العوامل الخطر الاخرى اللي تسبب الامراض المزمنه. عندنا التدخين، عندنا الاكل غير الصحي، عندنا عدم ممارسه الرياضه، كل هذه الاسباب ندخلوا فيه معاها عدم التسامح، نعتبروها عامل خطر كما التدخين. لا. خلينا نشدوا هذه الفكره. لما ما تتسامحش كانك راك تدخن، يعني راح تاذي صحتك كما راك تدخن. خلينا هذا من ناحيه الجسديه، وطبعا كاين من ناحيه النفسيه، والنفسيه ايضا تاثر على الجسديه. من ناحيه النفسيه كاين الانسان اللي ما يسامحش راح يكون دائما كانه اسكلاف تاع الانسان، تابع. نعم. ويعيش في سجن. نهار الانسان هذا كيسبب له اذى كانه بنى له سجن، بنى له الجدران، لكن حنا اللي نبنيو هذيك القضبان الحديديه في الابواب. يعني حنا لما نحبوا نتسامحوا راح نحلوا الباب ونخرجوا من هذاك السجن، نتحرروا من السجن. اذا التسامح ايضا يساوي التحرر، يعني طمأنينة في النفس. طمأنينة. يعني الإنسان كأنه يصفي قلبه. نعم. ويفتح صفحات جديدة. نعم. طيب نتحدث على الأسرة أكثر. إذا مشاهدينا أكيد أنه جميع العلاقات الأسرية في بعض الحالات يشوبها بعض القلق والتوتر والمشاكل، ولكن ممكن التسامح رح يسهل ويخفف من هذه. نعم. المشاكل، وممكن يحل، لأنه نقوله أنه الزوجين هي مودة، العلاقة الزوجية مودة. نعم. ورحمة. نعم. نتحدث على أهمية التسامح في العلاقات الزوجية. نعم. إذا الزواج لما يتزوجوا الهدف تاعه هو السكينة. إذا ما كانتش سكينة يعني ما كاش متحققش الهدف من الزواج. والسكينة معناتها السلام، أنه كل واحد يكون عايش سلام داخلي في نفسه. لا. هذا ما يتحققش لو كل واحد يشد الضغينة على الآخر. وقلنا نعود نولدوا هذاك المثال تاع قبيلة، الحل مش أنك دايما تسامح، الحل هنايا هي أنك تلحق البروبلم سولفين، يعني تحل لما يكون مشكل سامح، معليش تسامح من أجل نفسك. نعم. لكن لازم نتعلموا أن نحلوا المشاكل، لازم نتعلموا أن نتعلموا فن التواصل، الحوار، أن لازم لما تكون حاجة اللي تتكرر مش نسامح وناخذ على نفسي، هكذا راك تضر نفسك، وفي الحقيقة ما راحش تسامح. حاجة اللي راح تتكرر ما تقدرش تسامحها، راح يتعاود تعاودك تعيشها دائما. نعم. راح يحدث خلل في التوازن، ولما يكون خلل في التوازن بين الزوجين الأولاد ايضا راح ينضروا. لما يكون مثلا رجل اللي يسيء معامله زوجته، راهو في نفس الوقت يسيء معامله لاولاده. لما يعاير مثلا زوج تاعو راح يضرها، وما عندوش الحق انه يضرها، وفي نفس الوقت راه يضر اولاده. لما يحضر ويسمع الزوج اللي يعاير زوجته امام يعني امهم امام اولاده، راهو في نفس الوقت راهو ياذي اولاده. راح يخلق عدم التوازن في العائلة، وراح يسبب مشاكل نفسية للأولاد والزوجة، يعني نفس الشيء. يقدر الزوجة هي الثانية اللي تضر الزوج. إذا هنا التسامح ما يكفيش، هنا التسامح نتسامحه، يعني نتسامحه باش نقدروا نلحقوا وين
نقعدوا ونحلوا هذوك المشاكل. نعم. يعني حل المشاكل هو جزء في عملية التسامح، لأنه التسامح هو هدف، والوسائل كاين وسائل عديدة لازم نتعلموا أن نستعملوها باش في الأخير كي نسامحوا نسامحوا تاع الصح. في بعض الحالات إذا كان فيه مشكل كبير التسامح ممكن يكسره. نعم. ولكن في حالات أخرى إذا ما كانش موجود التسامح حتى لو كان مشكل صغير ممكن يؤدي إلى تفكك أسري. تحدثنا على أهمية التسامح في الأسرة، بما أنه الأسرة أهم لبنة في المجتمع. نعم. إذن عنده أهمية كبيرة في المجتمع وحتى في العلاقات الاجتماعية بصفة عامة. نتحدث عليها أكثر. كل المشاكل اللي نلقاوها في المجتمع الأصل تحمل الأسرة. يعني لحبينا نحلوا المشاكل في الأسرة نروح ونركزوا على الخلية الأساسية اللي لحبينا نحلوا مشاكل في المجتمع نروح نركزوا نحلوا نبدأوا بالمبادئ نبنيوها ونغرسوها في الأسرة. وقبل ما تكون أسرة كاين أفراد، لهذا مهم جدا يعني ان نتعلموا هذه المبادئ التطوير الذات، انه الانسان يبرون سافيون مو يتعلم المبادئ نتاعو، ما يكونش ما يعيش حياته يتحمل المشاكل والظروف نتاعو، يقرر انه يغير ويتعلم المبادئ الصحيحه. يعني الانسان لما يتعلم مبدا انه التسامح هو ضرور اتماس، ماشي حاجه اللي كمالية. عندي الخيار، ما عنديش خيار، لازم دونك نتعلم كيفاش نسامح. كيف ننمي ثقافه التسامح؟ نعم، كيف ننمي ثقافه التسامح؟ نعم. الان قبل ما نلحقوا كيف نسامح نهضروا بصفه عامه على ثقافه التسامح. كاين نقطتين يعني في الاسره نطبقوه مبدئين. نعم. هو اولا القدوه، يعني لحبينا ننميو ثقافه التسامح عند الاطفال الزوج الاب والام الام لازم يكونوا قدوه. نعم. هم اللي يعلموا الاطفال كيفاش يتسامحوا. ثانيا مكافاه التسامح، يعني كي نعلموهم نكونوا اولا قدوه ونعلموا الاطفال ملي يكونوا صغار لما هما يتضربوا بيناتهم نقول لهم ماشي هنا نقطه مهمه، مش ما نقولوش سامحوا وخلاص ونفرض عليه انه سامحوا باسكو مليح انك تسامح، نو، نفهموا كيفاش يتحاور معاه انه يفهم علاش هذاك مثلا. نعم. علاش دالوا اللعبه تاعو ولا علاش ضربوا، يعني نحاول انه هذاك نعلمه انه نعلمهم طريقه حل المشاكل ما لونتوندو، يعني سوء الفهم. معظم المشاكل خاصه في الاسره معظم المشاكل الاصل نتاعها هو سوء تفاهم. نعم. يعني قبل ما نلحقوا للتسامح نروحوا نحلوا سوء التفاهم. لما نحلوا سوء التفاهم راح نسامحوا عن اقتناع تاع الصح، راح نفهموا انه الانسان. نعم. هذاك ما كانش قاصد اذا راح نسامحه. نعم. لو ناخذ مثلا لو تكون الاسره نوسعوا شويه الاسره اللي تكون فيها ايضا الحامات. نعم. معروف بزاف في المجتمع تاعنا كاين مشاكل بين الكنة والحامات. يعني لو ناخذوا انه الحامات هي اللي تاذي الكنة مثلا، لو هي راح تزعف عليها ودائما ما تسامحهاش راح تأذي نفسها وتأثر هذاك راح تخلق مشاكل مع زوجها إلى آخره. لو تسي تفهم مثلا تقول أنها راح تحس أنه كأنها فقدت الإبن تاعها، يعني بدل ما تزعف عليها تسي أنها تكون متفاهمة معها، وبدل ما تكون هي تسبب لها مشاكل بين ابنها وأمه تخلي زوجها يعني اللي هو ابنها يولي معاملته تتحسن بعد الزواج. يعني هي اللي تقول له يعاود يروح يزور أمه مثلا يجيب لها هدايا. هنا يعني تحتي نقاطعك سامحيني فقط لأنه احنا مقيدين بالوقت. نعم. تحتي على الطريقة الصحيحة للتسامح. نعم. ختاما نشرحوا للمشاهدين كيفاش نسامحوا. هل تسامح أنه نبدأ صفحة جديدة من تكروش الماضي؟ في بعض الأشخاص يعني حتى ولو يتسامحوا يقعد يجبدها له، يعني يقول له ألا أذيتني في هذاك اليوم وأذيتني في هذاك اليوم، ما سامحش. نقدموا لهم طريقة صحيحة كآخر نقطة. نعم. تفضلي. إذا هنا لما قلت لما يقعد يتذكر معناتها ويعاود ويحاسب هنا ما سامحش. التسامح لا يعني أننا ننساو، التسامح هي أن نفصلوا هذاك لا شارج ايموسيونيل، نفصلوا هذيك العاطفة والكره والإحساس اللي نحسوه مع الذاكرة مع الحدث. نحيوه. وكيفاش نحيوه؟ هنا لما يكون صدمة ولا تكون حاجة كبيرة من الأحسن أن نستعينوا بالمختصين. لكن كاين مبدأ لو نطبقوه نتعلموا فيه تحصح التسامح. نعم. ونلحقوه كهدف. نعم. هو كل موقف ليستدعي تسامح هو فرصة للنمو. كل موقف ليستدعي التسامح هو فرصة للنمو. وش معناتها؟ معناتها لما يصرى حدث نمدلو معنى
اللي يخليني انا حياتي تتغير بفضل هذاك الحاجه اللي صارت لي. الى واحد اذاني ولكن عندنا شي وقت نحكي حكايه لوحده اللي كنت بحثها في الـ في الـ في الـ في, في الكوتشين. وحده كانت تعاني لما جاتني، كانت جاتني على مشكل الضغط النفسي، يعني اختصاصي في يعني حل مشاكل الضغط النفسي. نعم. لكن لما عرفنا في لا ديسكوسيون عرفنا ان كانت عندها مشكل تقدير النفس، ثقه في النفس، وكان عندها مشكل السمنه، وكان راجلها يعايرها بال 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 بالسمنه، كان يقول لها انت كذا يعني تنمر يعايرها ويقول لها نهار حبت مثلا نهار حبت تروح عند نيتريشونيست قال لها انت كذا وتقعدي كذا، يعني المصطلح اللي استعملوه بزاف عايروا به ما حش نقولوا. ومن بعد كشفنا كيف واش اكتشفنا المشكل، هي انها كانت عندها مشكل مع نفسها، هي كانت تعاني، كانت ما قدرتش تسامح نفسها لانها خلات الدراسه تاعها وتزوجت، وهذا اللي خلاها بدات تفقد ثقه نفسها تدريجيا، وزاد لها زوجها اللي كان يسيء معاملتها، ومن بعد وما قدرتش تسامح ثاني امها لانها امها اللي خلاتها تخلي دراستها وتتزوج. دونك كانت عندها مشكل مع نفسها، مشكل مع امها، ومشكل انها عايشه دور الضحيه مع زوجها. لما كيفاش حلينا المشكل؟ اول شيء هي ان التسامح مع الذات، ان هذا نقطه نسيت ما تكلمناش عليها. نبداو سامحت نفسها اولا، ما لازمش الكولبابيزاسيون، لما تحس تانيب تعيش به ما راحش ما فيهش خير. كاين فرق بين انها تانب نفسها وانها تتحمل مسؤوليه الخطا نتاعها. اذا تحملت مسؤوليه الخطا نتاعها وبدات تغير في نفسها وسامحت نفسها، وبعد سامحت يعني توت ان بروسيسوس ما حاش ندخل في لي ديتاي، من بعد حتى لما تغيرت هي وبدات يعني ساعتها انا بدات نمط معيشي صحي وبدات تنقص في الوزن تاعها، لما هي تغيرت حتى كل شيء تغير، زوجها تغير، حتى ولا كان ولا قادرها، كانه ولات عندها هيبه، لان عندها الثقه في نفسها. يعني مهم جدا ان نبداو بالتسامح. للاسف ما عندناش وقت باش اذا ميساج رساله فضل. اخيره للمشاهدين نقول لهم المشاهدين، التسامح يعني النمو، يعني التحرر، يعني الصحة. شكرا لك. شكرا. هي معلومات ونصائح كثيرة، إن شاء الله المشاهدين يكونوا يطبقوها في سلوكياتهم اليومية. نشكرك، كنت معنا كنزة فازية مرزوقي، طبيبة في الطب الوقائي ولايف كوتش ومحاضرة في تطوير الذات. نقول لك يوم موفق وأسبوع أيضا موفق. نشكرك على الحضور، نتلقاكم إن شاء الله في أعداد أخرى بحول الله. إذا مشاهدينا، ثقافة التسامح مهمة جدا، وثقافة الاعتذار أيضا مهمة جدا، راح نطرقوا لها في أعداد أخرى. لما لا نلتمس للآخر ألف عذر، لما لا حتى نكسروا المشاكل بيناتنا. إذا نهاية نركن أسرتي مشاهدينا الأفاضل، نلتقي في أعداد أخرى بحول الله. والآن حياة في الانتظار حتى تكمل البرنامج، إليك الخط حياة. شكرا لك حياة، لأسمهم حياة تعرفوا يسامحوا. شكرا لك حياة لضيفتك الكريمة. ويقال أن النفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح. لكل مشاهدي لهم يتفاعلوا معنا يشكرك كذلك حياة على اختيار هذا الموضوع خصوصا في شهر شعبان. تقول لك أم رحمة، شهر شعبان يقال هو شهر التسامح. وكذلك تشاطرها الرأي سيدة شادية جندلي، وتقول لك كذلك فعلا التسامح ليس فعل ضعفا بل زرع للسلام والمحبة. وإلى كل المتفاعلين معنا محمد بساسي، وإلى الكل مازلنا دائما معنا في تكملة برنامج صباح الخير يا جزائر. من بين البورتريهات المختارة لهذا الصباح حول سيدة تصنع الحلويات بتقنيات 3D، هذا ما تفصل فيه زميلتنا منيا جسمي والسيدة شادي. هند شابة في الثلاثينيات، حرفية مبدعة في صناعة الحلويات التقليدية التي أدخلت عليها العصرانة. خلفها هند، عندي 30 سنة، متخصصة في الحلويات الشرقية. بديت بالعقل، كل خطرة ندير عفسة جديدة، نزيد نتبع، دخلت قريت، درت لي دي فورماسيون، تعلمت. وكي تكوني تحبي المهنة، كي تكوني تحبي حاجة وحدك يعني تطوري فيها وتبحثي، وكل يوم نحوس عفايس جداد ونجرب. نخدم طلبيات تاع العراس، تاع الختانات، لي فيونساي، توجور نتبع عفايس لي جدد، توجور نكونوا في الافراح. يعني
مواد متوفره وكاين مواد ماشي متوفره لازم تحوسي عليها. كاين حفايس لازم يجوا من ليترونجي باش تقدري تخدمي بهم سورتو في هاد لي فروي، ماشي كامل المواد تاعهم يعني متوفره. ولازم دائما يكون عندك واحد اللي يعني تشري من عنده ويجيب لك الحفايس هادو باش تقدري تطوري، باسكو ميم لا ديكوراسيون كل حاجه في الحلوه راهي بالمواد غير متوفره، يعني لازم تحوسي وتبحثي مليح. قريت في لي زيكول كبار ايتو يعني باش الانسان يزيد يطلع في المستوى. ووليت دوكا ندير دي فورماسيون، ميم دي فورماسيون هكذايا نديرهم تاع البنات ايتو، نقريهم ندير لهم لا باز سورتو اللي ما عندهاش كيما قنيدلات التزيريات هادو ما حاجه تاع بكري، ونزيدو ندخلوا عليها توجور عفسة عصريه. الورشات اللي نديرهم عندنا بزاف تخصصات، لا باتيسري عندنا كيما لي ماكارون كيما فايس تاع اسمها اورينتال تقليديه، اما الطبخ بيتزا طبخ تقليدي كل حاجه عندنا. واللي تحب ثانيك تقرا في برج البحري عندنا ورشات خاصه بالحلويات التقليديه. لم يمنع مكوثها بالبيت أن تبدع وتتفنن في صناعة الديكور على هذه القطع، كما أدخلت تقنية جديدة كثلاثية الأبعاد على بعض الأنواع من الحلويات كالفاكهة. الفواكه كانت تقليدية وقعدت تقليدية، احنا وش درنا برك دخلنا فيها هذه اللمسة العصرية تحت خوادي. ولات لاباط نتاعها تبدلت، لافارس نتاعها تبدلت، ولات فاكهه ماشي كيما هذيك التقليديه اللي كانت تبدلت. انا في هذه الفواكه قريتهم عند شيف ودرنا فيها هذه التغيرات، وقعدت انا توجور كل ما نقرا حاجه نزيد انا نبدل فيها بزاف. درنا الرمان كيما الرمان قسمناها ودرنا فيها هذوك الحبات الحمورة ايتو كيما العنقود تاع العنب، درناها صح تقول كي تشوفيه تقول عنقود تاع العنب بلا بات داموند، درنا فيها ديك لابريونس كي تشوفيه تقولي هذه كامل ماشي حلوه، كيما الخوخ قسمناه ودرنا له هذاك العظم في الوسط بيناه، كيما المندارين درنا لها البرج نتاعها تاع العظم هذاك كلش فتحنا الحبه يعني ودرنا واش فيها لداخل. كحرفيه حلمي انه ندير مدرسه تعليم الحلويات يكونوا فيها كامل التخصصات كطبخ الحلويات كلش. نقول يعني كل مراه ماكيتها في البيت اي وحده عندها صنعه في يدها يعني تستعملها توريها تخرجها، ما تقعدش يعني قاعده ما تقعدش غير باسكو الحلفه تاع اليدين والله العظيم هي كيما يقولوا الكنز تاع المراه. كل يوم يمر على هند هو تجربة وفرحتها أكبر عندما يتحقق حلمها. تحية كبيرة لكل النساء الجزائريات خصوصا النساء الحرفيات وكذلك النساء الماكثات بالبيوت صديقات البرنامج الوفيات كل صباح. إلى محبي الفن السابع الحديث الآن عن فيلم اليوم الخامس الذي يعرض بجميع دور العرض والسينما مع ضيف البرنامج.
أرحب بضيفي لهذا الصباح السيد محمد الأديب محمد الأمين ديب وهو مروج عن المركز الجزائري للتطوير السينمائي. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك. والغني عن التعريف واللي حبوا كثير الجمهور الجزائري الممثل جمال عوان، مرحبا بك معنا. عيشك، شكرا على الدعوه وتحياتي العطره للجمهور اللي يتابع فينا. اكيد اليوم راهم يستناو يعرفوا قصه هذا الفن حول مشاركتك في بطوله التمثيل في هذا الفيلم اللي كان العرض الشرفي البارح، اول عرض شرفي، ليس كذلك السيد جمال؟ نعم، دونك تم العرض الشرفي الاول اللي كان في قاعه ابن زيدون برياض الفتح في الجزائر العاصمه، فيلمين. دونك كانت الفيلم الاول للمخرج الزميل لحكيم طريدي، عملنا فيلم بوغ انفون اسمه لو كيد دالجي، يعني كان ممثل ومخرج الفيلم وكان المنتج تاعو مزاح مهني، نوجه له التحيه صديق ثاني. والفيلم لو لون ميتراج، الفيلم الطويل اللي كان المده تاعو يمشي ساعه وعشر دقائق 80 دقيقه، يعني بعنوان الموسم الخامس. دونك الموسم الخامس كان من تحت اخراج وإنتاج، يعني كوبرودكتور رياليزاسيون اي سيناريو اكري للمخرج الزميل اللي هو محمد بن كاملة، احمد بن كاملة عفوا. دونك احمد بن كاملة هو اللي كان دار اون ادابتاسيون، عندها مده كتب كتاب، وهذاك الكتاب صافي واقيلا جو بونس كمان 10 من كتب هذا الكتاب. الى بونسي دو فار اون ادابتاسيون سينماتوغرافيك، يعني حكم لو بوكان تاعو سي فوالا جوست بور فير، وعباره عن ترجمه سينمائيه للكتاب. اكزاكتومون دون لو فيلم بور لي جون كي سون انتريسي بور لير لا ليكتور، سي ان فيلم اون ادابتاسيون على ان جور دو فيلم ليريك، يعني ان فيلم فيلسوفي نوعا ما. نعم. فيلم فيلوزوفيك تري بويتيك، نوع من الفلسفه والفيلوسوفي. سي ان فيلم دوتور، سكو نابل ان فيلم دوتور، يعني فيلم نخبوي نوعا ما، فيلم نخبوي تحدث على اصبا، نعطيك الملخص باش يقدروا يفهمونا شعب لما شنا نتحدث. لانهم متسوقين يعرفوا اليوم الخامس معنى الموسم الخامس وكذلك تعطينا فكره حول الفيلم وتعطينا من شاركك البطوله. أنا بيان سور راني جاي في الطريق. بسم الله. دونك الملخص واش يقول؟ عبر المناظر الصحراويه والاماكن المقرفه بين السهول الشاسعه والهضاب العليا ذات الافاق اللانهايه بين جبال ووديان رمليه. هكا انا سيتيو انا لو ديكور. دونك رجل تائه ووحيد، انه الشاعر، يتجول بدون هدف محدد، وهو هارب من اي شر جديد. نعم. من اي افه او تهديد، اي كراهيه كانت، في سباق من حموم والياس لاحق به في هذه الاماكن المعاديه. بعد فترة طويلة مرهقة ومع مرور النهار يصل إلى واحة في قلب الصحراء. نعم. واحة فوقها قصر قديم غير مأهول، هنا يسمح لنفسه بالراحة والنوم. عند الفجر ينهض فجأة بسبب حضور صامت وغامض، أمامه تقف صورة فخورة وهي المرأة الملاك. نعم. اللي هي شركتين البطولة في الفيلم، والتي هي شكون؟ الممثلة زميلي نحبها بزاف ونعزها ليلى أبو يحياوي، المعروفة بحمامة في عاشور العاشر. إذن هنا يبدأ بين الشاعر الهارب التائه والمرأة الملاك القصة الطويلة المتقاطعة للمصيرين، مصائر مدنهم مدينة المضيئة للشاعر والتائه ومدينة الألحان للمرأة الملاك. نعم. هكا عندنا سينوبسيس. كان هذا تلخيص جمال. الآن نشوفوا ومضات ترويجية للفيلم. يلا بسم الله. كان هذا المنظر اللي ما يخطرش على بالك تتأمله، كان عبارة عن سهل هادئ جميل تجري فيه السواقي، مليان بالماء العذب الرقراق. خضرته كانت تنافس في ألوانها أجمل سهول العالم. هذا المكان كان عبارة عن معجزة دائمة مستمرة. ما بقى له حتى شيء ملكه من غير هذا الكتاب اللي مصمم يحافظ عليه. الكتاب هو الجوهر. عرض
على في جميع دور السينما والعرض شفنا لقطات ترويجية حتى أنه يعطينا هذا الشغف باش نروح ونشوفوا هذا الفيلم الرائع. وإلى كل محبي الفن السابع جمال. Bon, le film vite fait, c'était en 2018. Il était situé à Béchar. يعني خدمنا في تاريت خدمنا في زوج قصور اللي هو قصر المغل وقصر القناتسة. أنا تم قعدت 25 يوم من التصوير. كانوا كوكبة من الفنانين منهم ليلى أبو يحيوي والعيد جلول ومالوغوزمون كان واحد اون بيوز بونسي و ان غون مونيمون دو سينما الجيريان اللي هو محمد جوهري اللي نسمي وهجور الله يرحمه ويوسع عليه دونك اون بونسي بور سو مسيو. الفيلم يعني تم العرض تاعو البارح وراح يمشي ان شاء الله زمان اللي حي تحمل عن هذا المجال يعني كان تحت شراكه لو سي ا بي سي و اونتر بارونتيز حبيت برك نوجه تحيه ونقول مي فيليسيتاسيون على لا نوفا ديريكتريس دو سي ا دي سي لو سنترال جان دو فيلم سينما اللي هي نبيله رزايك. نعم دونك نوجه لها تحيه ونخلي ثاني زميلي يحدث لنا على الفيلم. من ناحيه البرنامج والاداء العرض والانتاج كذلك لانه نذكروا انه الانتاج هو من كذلك مشترك مع المركز الجزائري لتطوير السينما. لو تحدثنا عن هذا الفيلم بالذات خصوصا من الناحيه الانتاجيه. يعني قبل ما نتحدثوا على الفيلم احنا يعني فتنا يعني بمرحله يعني تاع كورونا تاع يعني عاودنا حينا يعني كي عاودنا حينا يعني ان شاء الله حبينا درنا يعني البرنامج هذا اللي راح يخرجوا عليه الافلام افلام المركز الجزائري سي دي برودكسيون تاع لو سي ار دي سي مع دي كو برودكتور مع يعني مع انتاجات كاين انتاجات تاعنا كاين انتاجات مشاركه كاين يعني هناك افلام يعني من عده يعني متنوعه. هذا العروض بدينا البرنامج هذا بديناه 14 مارس اللي فات بدينا فيه. العرض تاع البارح كان عرض شويه مميز لانه الفيلم هذا لم يتم يعني بثه من قبل. سيتي لا بروميير فوا اللي يخرج اون سال. الانتاج كان كما ذكر الفنان جمال. انا وش يعني الفيلم فاعجبني انه هذا الفيلم القصه تاعو تشوفيها بالعين يعني الكاميرا تحكي القصه كانه تعيش القصه. نعم بالضبط يعني هو اصلا يعني فيلم يعني فلسفي هو سي تانسبيري من 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 يعني من رومان بلوتو من بويزي وهذا يرجع محمد امين الى براعه الفنان. نعم. لما يكون الفنان بارع في اداء الدور اللي يقدمه له المخرج او السيناريست طبعاً طبعاً. يعني هنا تعرف انه قدم هذه الصوره الايجابيه عن هذا الفيلم. وكان نذكر جمال نقطه ايجابيه جدا بما انه هو فيلم فلسفي اكيد جمهور مستهدف وجمهور نخبوي نقولوا مستهدف الى جمهور النخبه. بالنسبه للحضور البارحه كان حضور يعني كان حضور يعني لا بأس به يعني مازال هناك خوف يعني الناس مازالت يعني مازالت هايبه الناس يعني ولكن احنا قمنا يعني يعني اجراءات يعني لازمه البروتوكول الصحي يعني الوقائيه يعني القناع يعني يعني باش نشجعوا الناس ونحيوا الهاجس تاع الخوف تاع من جهه ومن جهه اخرى يعني حابين احنا نعاودوا اون روغان لي سال دو سينما الحياه الثقافيه من خلال الفن السابع حبينا نعاودوا يعني نقتحموا قاعات سينما يعني بافلام جديده وافلام يعني راح تكون يعني ان شاء الله راح تكون تعجب من جهه تعجب بالجمهور وراح تكون يعني محل نقد يعني ماذا بينا يكون يعني نقد سينمائي. نعم. يعني نعاودوا نحيوا نعم نذكر برك باللي البرنامج هناك برنامج مسطر. نعم. هناك برنامج الحد. يعني يبدا احنا بدينا فيه من شهر مارس يمتد حتى لشهر جوان. لو بروسيسوس بروموسيونيل تاع يعني تاع المركز يعني احنا الاستراتيجيه تاعنا الترويجيه تاع الافلام هذه اللي راح يتم عرضها هي اننا هنا راح يكون فيلمين روائيين طويلين معاهم كور ميتراج معاهم روائي قصير معاهم روائي قصير لانه احنا يعني المركز عندنا اون بانك دو فيلم تاع لي كور ميتراج صح وحنا لي كور ميتراج يعني لم يتم يعني جامي درنا لهم بروجيكسيون
جميل. يروحوا احنا دائما يروحوا مهرجانات دوليه ولا المهرجانات على المستوى هي فرصه الوطني. لعرضهم نعم طبعا هي فرصه يعني لعرض هذه الافلام ولي يعني اعطاء يعني تشجيع يعني المخرجين وتشجيع المنتجين يعني العمل اكثر يعني نعم للانتاجات يعني القادمه ان شاء الله. وهذا يعني لهذه الافلام كما الفيلم تاع الموسم الخامس هو يعني بدعم من صندوق تطوير ودعم تقنيات الصناعه السينماتوغرافيه اللي هو الفداتيك، وتم يعني تحت اشراف وزاره الثقافه والفنون. كما كنت نقول احنا الافلام هذه راح يكون يعني بمعدل يعني فيلمين في الشهر، يعني راح يكون فيلمين في الشهر. الفيلم كما خرج الموسم الخامس خرج البارح، درنا لو افون بريمير اليوم. راه صورتي كوميرسيال اليوم يخرج عبر 12 ولاية في قاعة سينما، يعني عبر 12 ولاية. نعم اللي بتسوقين يعني يشوفوا هذا الفيلم هم على موعد. نعم كبداية يعني كبداية بدينا ب 12 ولاية، وإن شاء الله يعني راه المزيد راح يكون يعني عبر كامل التراب الوطني. شكرا لك جمال. ربما في الأخير أعطينا انطباعات الجمهور الأولى حول هذا الفيلم الموسم الأخير، وكذلك جديد جمال ما نقدروش نخليك تروح دون ان تقول جديدك في هذا الصباح، خصوصا خلال شهر رمضان ينتظرك محبيك كثير في هذا الشهر الكريم. ان شاء الله ان شاء الله. بون كونسيرون البارح يافي ان تري بون اكوي، يعطيهم الصحه كونسيرون لي جون دو شاز دي سي من لاكوي وروح. يافي توت لا فين ايكيب لا فامي ارتستيك منهم منتجين مخرجين زملاء يعني دي اكتور كوميديان جاو لو كرون بوبليك. سكي ايتي بيان سي كو لو فيلم ايزون شوبي لاتونسيون باسكو شفنا على فان تاع لو فيلم لي جون قعدوا حتى لا فان. نعم. إنه غيضا ما تقلقوش دونك ما خرجوش لي 20 30 مينوت يقعد في بلاصتو سي بون. سي ان فيلم كي بوس ا ريفليشير، سي لو جور دو فيلم كي اريف اون فوا تو لي 10 ans. يعني شفنا بزاف افلام توريه افلام دي فيلم انجاجي، ونا با في ما شفناش هذا الجور دو روجيست هذا الكولوار هذا. لو داني فيلم كي تي في سور لا بوزيت ان 2012 ا كاشاتو ايطا لي دار ان فيلم باغي. دونك موا جو سوي بور سيت ديمارش بور سيت ابروش بلي يكون عندنا نوعيه الافلام متعدده. صح ما عندناش نفوكاليزي غير في ان جور دو فيلم ولا مجال واحد، لا يكونوا كاع الافلام. انا جو في بور فيلم الطفل كما البارح، ما عندناش لو فيلم بون انفون، فيلم الطفل لازم يكون صح. الفيلم تاع الشعراء لارتيست لو فيلم بويزيك لو فيلم ان بو فيلوزوفيك ومنا لازم يكون دجا طول غير بين قوسين، يعني حتى من ناحيه الحوار كان نثري وشعري. دونك توت تي ديالوغ اي بويتيك، سي ان فيلم دو بويت افيك اون هيستوار ايماجينير افيك دي بيرسوناج ايماجينير dans un post-apocalyptique dont on fait واحد البلايص انابيتي. شخصيات خياليه شخصيات خياليه ما نقدروش نحدوا زمن معين ولا كان الماضي مستقبل ولا حاضر، لكن يعني من القصه فيها رساله فيها مستهدفه بيان سور كاين دي سو تكست. عنده النظره الاخراجيه تاع المستاذ بن حمد بن كامله سي دو لابستري، وكل واحد راح يقراها على حساب صح. يعني سي كوم ان تابلو دو بانتور، كل واحد كيفاش يعطي لها لا شوت تاعها فينال. مي لا فان الي اوبتيميست، يعني لا فان دو فيلم لا شوت دو فيلم الي اوبتيميست، كاين رساله هادفه à travers ce film. Et j'invite tout le monde à voir ce film, Inch'Allah, comme l'a dit l'Akh al-Karim Mohamed Dib. Les salles de cinéma, je pense, Wahran, Ksantenab, Jaya, enfin tout, on pourrait vérifier ça sur le site, Inch'Allah, qui est le site à l'OCADC. Et le jour où tu as dit جديد؟ نعم ان شاء الله. كتب ربي عندي دراما اجتماعيه من اخراج بشير السلامي وكاتب السيناريو اللي عنده قلم رهيب نوجه له تحيه سليم ابو بكر. هو دراما اجتماعيه تاع 30 حلقه تمشي حتى 45 دقيقه دونك في القناه الوطنيه العموميه ان شاء الله. هنشوفوني في دور نسيم طبيب، ما نقدرش نزيد فوق هذا الشيء اكيد. والفيلم شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا لك يعطيك الصحه جمال، شكرا لك محمد الامين، نورتوني في هذا الصباح. وجمال مزيد من التالق دائما من خلال فنك الهادف، أنا أقول دائما فنك هادف. شكرا لك. من الفن السابع والحديث عن الفنون السينمائية إلى فن من نوع آخر، الترميمات والسياحة في الجزائر. فيما مضى كنا شاهدنا موضوع وروبورتاج للزميل جلال سيفي حول ترميم المدينة العتيقة ببوسعادة، أين وصلت هذه وصل هذا المشروع وهذه الترميمات. هذا ما سنعرفه بعد مشاهدة هذا الروبورتاج مع ضيف البرنامج بعد قليل. لا تزال المدينة العتيقة ببوسعادة تحمل عبق الحياة الاقتصادية والثقافية والسياحية لمنطقة كانت في وقت مضى ترسم السعادة في أوجه زوارها.
الاهتمام بمعمار هذا المكان أضحى ضرورة عند بعض الشباب المتطوع ضمن جمعية عنوانها شمس، رجوعا للإنارة الطبيعية التي تغمر المدينة. وعلى هذا تمكن هؤلاء من الانطلاق في ترميم المكان الذي حقق الحياة للسكان القدامى لبوسعادة. جمعية شمس هي جمعية تم تأسيسها بعد التقاء مجموعة من الشباب المثقف والواعي، كانت عنده غيرة على المنطقة، على تراث المنطقة، على السياحة في المنطقة، على الإرث القديم للمدينة وللمحيط. من ثم تم اتصال ببعض الشباب ذوي الاختصاص خاصة بالسياحة والتراث، تقنيين ساميين في السياحة أيضا، وبعض الشباب الجامعي وحاملي شهادات في عديد المجالات، من أجل خلق عمل منسق ومنظم في إطار الحفاظ وترقية السياحة والثقافة بالمدينة بوسعادة. تحدينا المجتمع من أجل الافتخار بالموروثات المعمارية لأجدادنا، وذلك بالقيام بعملية ترميم الحي التراثي معروف بحي الزقم موجود بالمدينة العتيقة، وهذا باحترام كل مبادئ وأساسيات الترميم حسب المواثيق العالمية المعمول بها، والمحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي لهذه المعالم الأثرية المتميزة. التقينا عديد المرات لوضع جداول عمل مرفوقة ببعض المخططات خاصة من المعتنين بالتراث، وكانت جلسات ذات قيمة معنوية أولا وقيمة تجسد على أرض الواقع. اهتمام السكان الحاليين بمشروع هذه المبادرة كان باديا منذ حلولنا على المكان، فظهرت عليهم السعادة باستعادة الوجه الأصلي للمدينة العتيقة بكل تفاصيلها، ولو أن الأمر يتطلب مجهودا ووقتا كبيرين مقارنة بشساعة المكان وبخباياه الدقيقة. وهذه السقيفة طاقة الشكر كما نقولوا لها هنايا، طاقة الشكر كانت راحة تريب وبفضل مجهوداتهم ومجهودات الناس قاعدين، الحمد لله اللي شافوا لهذا الباب وخدموا لنا هذه السقيفة إن شاء الله، وكثر خيرهم إن شاء الله. أهداف جوهرية عملت على تحقيقها هذه الجمعية والتي تصب جميعها في المحافظة على هوية المكان التاريخية والحضارية. كان لنا نتائج ومبادئ أساسية لهذه العملية من الناحية التاريخية، وذلك بإبراز الدور الذي لعبته مدينة بوسعادة عبر الفترات التاريخية، وبالتالي إبراز الهوية الحضارية، هذا من الناحية التاريخية. أما من الناحية المعمارية والناحية الفنية هي تخليص هذه الآثار من مظاهر العزلة والإهمال، وبالتالي المحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة بصورة جيدة، وبالتالي يستفيد منها ويستنبط ما بها من قيم. رممنا يعني بالطريقة القديمة، يعني بالحجارة والطوب، ويعني حتى في البلاط استعملنا الجير والرمل والتيف، أيضا يعني استخدمنا في البلاط الشبكة لتكون قوية جدا. الحمد لله يعني فتنا النصف من الأعمال، يعني فتنا 50% من الأعمال، ورانا قريب إن شاء الله نكملوا يعني الجزء هذا، المدخل للسقيفة اللي يعتبر معلم تاريخي. الجانب التطوعي حاضر في هذه العملية الترميمية، حيث أن الاهتمام بالجانب المادي والمعنوي ملموسا من خلال هذا التقدم في الأشغال، كما أن الإيمان بمدى أهمية المحافظة على التراث المعماري العريق قد ترجم إلى واجب، ومن ثم إلى حب المكان وإلى عظمة دلالته. وأنا منذ سنوات كنت عندي تراود من فكرة ترميم أو شراء بعض البيوت القديمة وترميمها،
حتى اتصلوا بي شباب جمعيه يعني بارك الله فيهم على كل حال، شباب ناشطين، وعرضوا علي الفكره هذه وعجبتني كثير، ويعني مباشره لبيت النداء تاعهم ايمانا بي لتجديد او اعاده تهيئه المدينه القديمه. وكانت الفكره الثانيه هي على اساس اننا نقضوا مكان معين هي الواجهه، وناخذ نموذج نقدموه ان شاء الله للدوله او الولايه باه يكون على هذا الاساس نموذج نقوم بترميم باقي البيوت في هذا الحي القديم. إذن التركيز على إعادة الوجه الأصلي للمدينة العتيقة لبوسعادة من قبل هؤلاء الشباب في أكبر مشاريعهم هو بمثابة التجسيد الفعلي والفعال لمعنى التنوع الثقافي والترقية السياحية في هذه المنطقة. للحديث أكثر حول أين وصلت هذه العملية الترميمية لهذه المدينة العتيقة ببوسعادة، نسعد في هذا الصباح بالسيد شمس الدين قشاش رئيس جمعية شمس للتنوع الثقافي والترقية السياحية ببوسعادة عبر هذه المكالمة الهاتفية. صباح الخير سيد قشاش. ألو. لكل المشاهدين صباح الخير، للطاقم اللي راه واقف معك. شكرا لك سيد قشاش. نعم مرحبا بك. ربما لو تحطنا في الصورة حول الوضعية أين وصلت الآن بالنسبة للترميمات اللي راح ترجع جماليات هذه المنطقة، أين وصلت لحد الآن؟ نعم العملية لحد الآن راح تمشي بشكل ممتاز. نعم. وصلت إلى شكل رائع جدا. يعني ما تقدريش تصوري كيفاه ولا جمالية المنظر اللي لحقت له الآن، وهذا يرجع فضل جهود شباب الحمد لله. قمنا يعني بإنجاز يعني لم يستطع في مدينة بوسعادة فعله أي أحد. نعم نعم الحمد لله وصلنا لنتيجة ممتازة نقدر نقدرها لك بالنسبة المئوية 80%. ما مازالش يعني كثير. نعم مازال ان شاء الله تمشي. نعم نعم الان راح نحكي لك على المبادره كيف مشات. نعم بدات هذه المبادره باراده شباب يملكون في صدورهم حراره التغيير لمدينه تاريخيه حضاريه وثقافيه. نعم. اصابها خراب من نواحي متعدده نذكر منها المدينه القديمه اللي رانا فيها الان في الترميم. نعم السيد قشاش فقط للتذكير هذه الصور التي تمر الان هي عباره عن صور جديده وحصريه لبرنامج صباح الخير يا جزائر حول الترميمات واين وصلت. نعم كما راكي تشوفي في الصور وصلت الى يعني شكل ممتاز. نعم. كما راكي تشوفي في الصور بلطنا يعني درنا البلاط الخارجي بنفس المعايير القديمه، خدمنا يعني كل ما تريناه بنفس المعايير القديمه. يعني ما درنا حتى حاجه حديثه ولا. وهذا بمرافقه بعض المختصين والدكاتره في الاثار ويعني حتى دي بروفيسور يعني من كل الولايات. نعم يعني عدت بعث الروح والحياة لهذه المنطقة من جديد، أعطينا ردود الأفعال سكان منطقة بوسعادة بهذه الترميمات. يعني ردود الأفعال لسكان مدينة بوسعادة يعني رد فعل إيجابي حقا، تفاعلوا معنا بزاف ويعني جاوا دعمونا ووقفوا معنا الحمد لله، لحد الآن رانا نشوفوا في رد فعل إيجابي بشكل ممتاز جدا. نعم الحمد لله الحمد لله. السيد شمس الدين قشاش كانت هذه خطوة رائعة، ربما في كذلك برنامج ومشروع وخطوات أخرى لترميمات أخرى عبر الولاية عبر المنطقة ليس كذلك؟ أكيد إن شاء الله، احنا الطموح تاعنا إن شاء الله ماذا بنا نرموا المدينة القديمة كاملة إن شاء الله، ولوبي تاعنا إن شاء الله أنه كامل الشباب يكونوا كيما حنايا، وإن شاء الله نغرسوا هذه العدوى الإيجابية فيهم، وإن شاء الله نكونوا خير مثال بإذن الله، وإن شاء الله نكونوا لحقنا رسالتنا إن شاء الله للسلطات التي نتمنى منها المرافقة. طبعا الشيء اللي قمنا به شيء صعب أستاذة ليس بالهين. أكيد صح. إيه
اكيد شكرا لك من السلطات المعنيه ان شاء الله مرافقتنا في هذا الترميم هذا، وان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله نغرسوا ان شاء الله حاجه جميله في هذا البلد، لخاطرك شعلاه التغيير هذا يبدا من الشعب، يبدا منا نحن حنايا، حنا اللي نبادروا بالتغيير، وان شاء الله راه السلطات باذن الله تعاوننا ان شاء الله، ومازال خير في شبابنا، ومازال خير ان شاء الله في في الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله اكيد مازال الخير بكم وبشباب الجزائر اللي يبنيوا الجزائر التغيير، الجزائر الجديده. شمس الدين قشاش رئيس جمعيه شمس لولايه لبوسعاده، شكرا لك على التدخل في هذا الصباح. شكرا لك. شكرا يعطيك الصحه استاذه، بارك الله فيك. شكرا لك. من الترميمات ومن الثقافه الى شيء من الفيتامينات والركن الغذاء الصحي. صباح الخير لبنى. صباح الخير حياة، احوالك لاباس؟ الحمد لله عايشك. صباح النور على جميع المشاهدين خاصه الاوفياء منهم، والاوفياء اللي بعثوا لك السلام من خلال برنامج صباح الخير يا ولا غير كل الشهادات اعتزوا بها، ونقول لهم ان شاء الله ربي يقدرنا نمدوا دائما احسن، وكل المواضيع اللي تفيدهم هما واللي وما بين المواضيع اللي تفيدهم هما موضوع اليوم. الموضوع اليوم ما قبل ما نتكلموا لبنى على الموضوع اليوم، انا حبيت نقول لك نوصلوا رساله انه حقيقه اليوم صحتنا انا نظن انه 99% فيها في غذائنا، لدرجة أكيد. أهمية الغذاء الصحي أكيد، يعني قلت لك وكل خطرة نقول مقولة سقراط أنه أونيس كومونج، يعني نحن ماذا نأكل، يعني الجسم تاعنا يبرر وحالة الجسم تاعنا تبين واش عطينا له، واش غديناه، واش باش بنيناه. هذه هي ومن هو يعني نستنتج أهمية الغذاء الصحي تاعنا. وأهمية الغذاء الصحي اليوم راح تتمثل في أغذية تخص مرضى الكوليسترول اللي عندهم مشكلة الكوليسترول طالع، واللي عندهم مشكلة الكوليسترول. خاصة أنا اخترت هذا الموضوع كان أكيد بعد طلبات المشاهدين خاصة الأوفياء منهم، واخترته خاصة باش نصحوا بعض المعلومات. نعم. لأن الناس درك شتي حياة كي نتلاقاوهم غير يسمعوا كلمة كوليسترول يقول لك وأنا ما ناكلش الكوليسترول، مبعد على هذه مبعد على هذه. لازم برك المشاهد يعرف أنه الكوليسترول حتى ولو كان عندنا حنا غذاء خالي تماما من الدهون، ومن يعني ما عندناش كم الدهون، راح الجسم تاعنا ينتج الكوليسترول. لماذا؟ لأنه يحتاجه، لأنه يكون عنده عدة وظائف من بينها إنتاج الهرمونات الجنسية، من بينها إنتاج الفيتامين دي، من بينها حماية الدماغ تاعنا، حماية الخلايا تاعنا، كونه غشاء ديالنا. هذه فقط باش نبين أن الكوليسترول، وحبيت برك نحي هذيك المعلومة للناس أن الكوليسترول حاجة ضارة ونبعدوا عليها تماما. مفاهيم خاطئة. مفاهيم خاطئة، ونسمعوا كذلك مصطلح لو بون كوليسترول ولو موفي كوليسترول، الجيد والضار. هو يعني الكوليسترول هذا ماشي جزيئتين وإنما جزيئة واحدة، ناقل تاع هذا الكوليسترول في الدم اللي يختلف. هذا ما كان يعني فقط باش نوضحوا المعلومه. اما بالنسبه لتغذيتنا، حنا نحتاجوا هذا الكوليسترول على جال الوظائف اللي ذكرناها، وهذا الكوليسترول لازمنا نخيروا الاغذيه الجيده، سواء كان طالع سواء كان حابط. اكيد الا كان الناس راهو طالع توجور بعد استشاره الطبيب ديالو، بعد استشاره الاخصائي يعني تاع الميدان، يشوف يعني بعد التحاليل تاعو راح يوجهوا. حنا درك راح نوجهوا الانسان المشاهد الى الاغذيه اللي تحتوي على الكوليسترول الجيد اللي يليق به واللي يعاونوا على تكمله وظائف الجسم تاعنا. من بين هذه الاغذيه واللي دائما انا نذكرها ونحبها اللي هي المكسرات، غنيه بالدهون النباتيه الصحيه الجيده، من بينها ليزوميغا 3 خاصه اللي تقوي كثيرا الذاكره تاعنا وتنفع كثيرا الدماغ ديالنا. دونك نقول لهم حاولوا تاكلوا حصه من المكسرات يوميا، هذه المكسرات سواء كانت دي كاكاوات، الجوز، اللوز، يحاولوا ينوعوا. المشاهد على بالي في التعليقات الان كيسمعني نهضر على المكسرات راح يخمم مباشره في البيجي، ولكن راني نحكي على حصه قليله دائما نركز حصه قليله، يعني ماهيش رايحه ديباسي حفنه، يعني حصه من المكسرات راهي احسن من حصه من المشروبات الغازيه اللي رانا نشوفوها كل يوم حاضره في المائده الجزائريه. دونك نقول لهم حاولوا تستهلكوا المكسرات. كذلك الكوليسترول الجيد نلقاوه في الزيوت الدهنيه، في كبد الحيوانات، من بينها كبد الدجاج، كبد الخروف، كبد البقر، وكذلك في الأسماك الدهنية اللي من بينها السردين، من بينها الصومون. من الأفضل التنويع من هذه، خطرة كبد الحيوانات ليزابا أونغو تو سامبلومون، يعني كبد الحيوانات، خطرة أسماك، التنويع. كذلك نلقاوها في الزيوت النباتية الجيدة، من بينها زيت الزيتون تاعنا، من بينها الويل دو نوا دو كوكو. يحاولوا يستغلوا هذه الزيوت هذه، ولكن حذاري، الكوليسترول اللي موجود على مستوى هذه الزيوت ما يحبش الحرارة
الحراره بزاف، دونك يحاولوا ما يحرقوش بزاف هاد الزيوت كي يطيبوا، يديروا كميه قليله من بعد باش يعني بالنسبه للمراه ولا الناس اللي طيب بطريقه عامه تحاول ما تحرقش هاد الزيوت. والموازنه بالنسبه لهاد الموازنه في الاغذيه هذه اللي تحتوي على الزيوت يحاولوا يوزنوها. كي نقول انا هكذا كلوا من هاد الاغذيه ماشي معناتها تكثروا منها ما معناتها غير هذه، لا، احنا هضرنا باللي التغذيه سي تان تو، يعني هي خضر فواكه لحوم تنويع، راني نحكي على الكوليسترول، ان لازمنا نركزوا على الزيوت اللي تكون طبيعيه. كذلك بالنسبه لزبده الفول السوداني اللي تقدر المراه الجزائريه ولا اللي طيب يقدر يسمعها في بيته، الكاوكاو برك تو سامبلومون يزيد له شويه نوات كوكو يرحي وتعطينا اون باتا تختيني احسن، يعني الزبده باش تعطينيوها بور لي طالي بور لي زونفون، خير من لي باتا تختيني الاخرين، خير من العجائن تاع الطلي الاخرين تاع الشوكولا ولا كل ما هو اصطناعي اللي يرفع من مستوى السكر وتكون غنيه بالزيوت اللي لازمنا نبتعدوا عليها. لانه لما تكون بالبيت ماش حتكون فيها اضافات. اكزاكتومون. وثاني الكوليسترول اللي لازمنا نبعدوا عليه هو كوليسترول الحيوانات اللي كيكون بكميه عاليه بزاف، مثلا كامل لي فيوند روج اللي تكون غنيه بالشحوم والدهون، نحاولوا نبعدوا منها قدر المستطاع، يعني لا مامون كي تشري هذاك اللحم هذاك وتجي حطيبه تنحي له على شحال تقدر من الشحوم، يعني ما نقدروش نخيلوا ما نقدروش نتجنبوا هذا الامر يجي فيه، ولكن تنقص قدر المستطاع، واذا كان هذاك لو مقصود فيوند فيه ديجا الشحوم ما تزيدش هي الزيت، تحاول تخلي غير هذاك الشحوم هذاك اللي قعدت شويه هي اللي تطيب. كذلك الابتعاد عن الزيوت المهدرجه والمتحوله، والزيوت المتحوله كنا هضرنا هي الزيت اللي تكون خدمت بزاف واللي تحولت كيما لا مارغارين كيما السمن، زيت القليان هذيك حذاري وابتعدوا على القليان قدر المستطاع. ونوصي انه لا مامون معليش على بالنا لي زونفون كامل يحبوا احيانا لي فخيت يحبوا هذه الحاجات المقليه، لكن ليس دائما لبنى، ليس دائما، ونحذر على الزيت اللي تخدم بها، نقولها ما تكثريش الكميه باش تقتصدي اكيد، ولكن ما تقعديش تعاودي تخدمي بنفس الزيت اشاك فوا، لان لوتيليزاسيون تاع الزيت اكثر من مره راهي رايحه ترجعها مسرطينه. شحال تقدر تستعمل الزيت؟ انا ننصح خطره واحده اشاك فوا تزيد شويه، يعني تحط الكميه قليله. شتي احنا لي زالجيريان شفنا لي مامون تاعنا يديروا كميه كبيره من الزيت يقليو بها ومن بعد يخبوها، هذيك الزيت لا سيما انها ترفع من الكوليسترول الدار، ولكن راهي تولي مسرطينه، يعني بلا ما نحكوا على الكوليسترول راهي ضاره بزاف. بعيد شر علينا كامل. كذلك الجنك فود اللي يكون غني بالزيوت المهدرجه بلي صوص مايونيز لي صوص هذوك لي صوص كامل يحاولوا يبتعدوا عليها. ولا اللي تحب دير لا مايونيز تحديرها في الدار، تقدر ديرها اليجي باغ اكزومبل بالفروماج ناتور هذاك، نعم. ولا في طريقات جدا لما ذكرتي الفخوماج الجبن بالحليب، يعني رائعه جدا اكزاكتومون وصحيه وصحيه، وبالنسبه للطعم اكيد راح يكون نفسه، بالعكس انا نظن انه احسن اي بلو ليجي، وتقدري تاكلي منها اكثر من اللي كي تاكلي من المايونيز وحدها. هذا وتوجور نقول لهم ماشي معناتها نحرموا نفسنا تماما من هذه الاغذيه اللي تكون لذيذه نوعا ما، ولكن حذاري بعدم الافطار، حذاري من الافراط، لازمنا ما نفرطوش. معلومه فقط بالنسبه للبيض، قيل بانه يطلع بزاف الكوليسترول ومضر، حتى ولينا نشوفوا ناس تتفاداه وتتفادى الاكل تاعو. انا نقول لا، البيض يعني ما له ما عندوش ذنب، يقدر يكون يعني فيه كميه من الكوليسترول، نعم. ولكن ما تضرش كيما راهي الناس تظن انها تضر، فيه فايده تاعنا، وانا ننصح اشاك فوا ما تاكلوا البيض يغيروا طريقه الطهو تاعو، خطره نعم. خطره في الماء، خطره بوشي، خطره على كوك، خطره مغلي. هنا ما رانيش نشجع الناس اللي عندها الكوليسترول يعني تزيد تاكل البيض، ولكن الناس اللي راهي الكوليسترول تاعها معتدل يعني ما تخافش من البيض وتقدر يقول لك تكلم. الاصفر هو اللي ربما فيه مشكل، لكن الابيض جوستومون هذه هي المعلومه الخاطئه. نشوفوا الحاله انها كبرت بزاف بان دار وكذا، لكن لا، ما راهوش ما عندوش هذا الضرر اللي كبر بزاف، يعني ما نكذبوش على روحنا، حياه كل حاجه زادت عن الحد انقلبت الى الضد، دونك نحاولوا ناكلوا بطريقه متوازنه، وتوجور ما ننساوش خضار فواكه التنويع من اللحوم خصوصا الخضار، شرب المياه فوالا، والعجائن الكامله. يعطيك صحه لبنى، شكرا لك، يومك موفق، يومك جميل ان شاء الله. شكرا لك. من الفيتامين الى استشارات قانونيه واهم الاسئله راح تجاوبنا عليها زميلتنا نسيمه بعد الفاصل. تحضر معنا نسيمة خلفي في هذا الصباح. صباح الخير ومرحبا بك نسيمة. أهلا بك حياة. أحوال لاباس؟
الله يخليك. الحمد لله بداية أسبوع موفق. بالطبع بداية أسبوع موفقة لك، لكل الناس اللي استقبلونا اليوم داخل بيوتهم، نقولوا تحية صباحية لهم وفي أرك القانون. نعم، والموضوع اللي نهار اليوم في الاستشارات القانونية أنا خليك تتفصحي عليها. اليوم احنا هدو على الوقف على الحبوس، لأنه كما شتي الأسئلة دائما أنا باش نستعرف باللي ناخذوا بعين الاعتبار أسئلة تحهم دائما كي خلاص الركن أنا حيت نتناقشوا على بعض الأسئلة اللي كانوا وردوا بعد الركن، فدائما نحاول أني نجاوب عليها باش نوصلهم فكرة بسيطة. نعم. فاليوم الوقف شنو هو ولا الحبوس؟ لأنه كثير من الناس اللي كانت طرحت أسئلة على الحبوس تاع بكري اللي كانوا في العقود القديمة كان مكتوبين نبدلهم حابين نبيعوا، واش معنى الحبوس؟ عندي الحق باش نبيع، عندي ما عنديش الحق، باش نوضحهم فقط فهميهم يعني حنبسطها اكيد ما نهضرش على امور يعني بلغه القانون لكن ببساطه باش الناس تفهم واش معناها وشو لازم نعرفها بلغه أكيد القانون أكيد. طبعا فباش تعرف الناس الحبوس ولا الوقف شنو هو، حنا كي نعرفوا بلغه القانون هو يدخل ضمن التبرعات. علاش ضمن التبرعات؟ انا كي نوقف لك حاجه ما تعطينيش مقابل، ماشي بيع وشراء، نوقف لك حاجه كما الهبه. نعم. دون مقابل، فهي على سبيل التصدق والتأبيد. واش معناها التأبيد؟ يعني مؤبدا، يعني كي ندير وقف يبقى حتى يعني الى ما لا نهايه. نعم. حنوضحها على شهاده التأبيد، يعني مثلا كي نوقف انا ملك معين لولادي ولا لولاد ولادي الى غداك تبقى حتى يعني كما درتها في العقد تبقى الى ان يعني ابديه. نعم. ابدي كما قلتي. فهذا الشيء الاساسي لازم الناس تعرفه. الوقف حاليا احنا في 2021 مثل باقي العقود، يعني انت باش دير عقد تاع الوقف لازم تكون عند موثق بحضور شاهدين. اللي حبيت انا اليوم نركز عليه انه الاوقاف ولا الحبوس كاين نوعين. نعم. كاين وقف عام وخاص. العام شنو هو؟ حبيت انا مثلا ندير وقف عام عندي قطعه ارضيه، وقف عام مثلا نعطيه باش يبنيوا عليه مدرسه هنا صدقه، ولا مثلا يبنيوا عليه مستشفى فهذه صدقه، هذا وقف عام. هذا الحبوس العام. اما الوقف الخاص هذا الوقف اللي سالوني اكثر عليه الناس. نعم. يعني مثلا شخص توفى ووقف الاملاك تاعو مثلا لولاده ذكور دون الاناث، يبعثوا لي اسئله يقول لي كيفاش هذا الوقف نقدر نغيره؟ كانه حرم الاناث من الميراث. نحاهم نهائيا. دائما نعاود ونقول دائما شوفي نفس الشيء بالنسبه للهبه وبالنسبه للحبوس ولا الاوقاف. الشخص حر صح مادام راهو في كامل قواه العقليه ويتمتع ب 19 سنه سن القانون، فوق 19 سنه سن الرشد القانوني، هو حر انه يقوم باي تصرف قانوني. نعم. مادام انه ماشي مريض وتوفر فيه كل الشروط، حب يوقفها للذكور ولا يوقفها للاناث ولا يوقفها لناس واحد اخرين، هو حر في امواله بطبيعه الحال. ولكن احترام دائما اراده الشخص الواقف، يعني الشخص اللي وقف نحترموه. الان كي يوقف لك شخص معين مثلا الشخص هذا الواقف الجد كان وقف لولاده وفيما بعد لولاد ولاده، باش نبسطها لازم نبسطها، اذا كان وقف لولاده فقط يعني ولاده هادو عندهم الحق انهم يستغلوا، يعني يروحوا يسكنوا في هذاك العقارات والشيء اللي وقفوا عندهم الحق انهم يكريوه يستغلوه. نعم. ولكن ما عندهمش الحق انهم يبيعوه. آه. لا يجوز نقل الملكيه بالنسبه للتصرفات القانونيه مثل الاوقاف اللي لما توقف على افراد معينه، هذا هو الوقف. الحبوس ما عنديش الحق ان نبيعها، نكريها عندي الحق، نستغلها انا عندي الحق، ولكن اني نبيعها لا لا ما عنديش الحق. اذا كان وقفها على جيل مثلا وقفت على ولادي، هما ما عندهمش الحق انهم يبيعوها، ولكن ولادهم فيما بعد عندهم الحق انهم يبيعوها. نتبعوا على حسب واش كاين. اذا مثلا في من العقود اللي لحقتني يقول لك مثلا نوقفها على ولاد ولاد ولاده الى ان تنقطع، يعني حتى كما نقولوا حنايا الدم تاع صله الرحم تاع ما كاش كش واحد، يعني في هذه الحالات تروح للهيئه الاداريه المختصه. مثلا الشخص كان وقف من بكري اولاده جا ولاد ولاده الى غير ذلك، فيما بعد خلاص ما عنده حتى واحد، هنا تروح لها. اذا شكون هي؟ ضمن وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف كاينه هيئه اداريه تبع وزاره الشؤون الدينيه هي الاوقاف. نعم. الوقت هنا تروح للاوقاف هما اللي يتصرفوا فيها، اما يستغلوها لوقف عام يتصدقوا بها، او ممكن يعني تكون ايجار رمزي يعاونوا به جهات معينه الى غير ذلك، يعني لافعال الخير. فالناس لازم تفهم بانه الحبوس كما نقولوا حنايا ما عنديش الحق اني نبيع، ما عنديش الحق اني ننقل الملكيه. نعم. نتصرف نكري نستغلها انا نعم، ونتبع واش كاين في مضمون العقد. اذا قال لك جيل، الجيل هذاك اللي بعده يدير واش حب. صح. اذا كان زوج جيلين ثلاثه اربعه، كاين مثلا لحقتني اسئله للركن قال لك يعني هل يجوز ان اوقف على نفسي؟ يجوز لك في حياتك نوقف على نفسي وعلى اولادي فيما بعد ولاد اولادي. الان اذا كان خير البنات ولا خير الذكور هو حر.
ماشي معناها شوفوا باش نقول انا عندي الحق في شيء اني نورت لازم تكون عندي صفه الوارد شخص توفى باش نورت. هو حي عنده الحق انه يتصرف باش الناس تعرف. والشيء اللي توقفيه خاصه بالنسبه للوقف العام مثلا انا كنت وقفت هذه قطعه ارض قلت واش حبيتوا ديروا فيها ديروا. فهنايا مثلا في حاله ما اذا كان مثلا ملكيه شائعه بين ورطه ودرنا القسمه ما طاحتش هذاك الجزء اللي انا وقفته ممكن انه يعني يتبدل اذا كانوا تفهموا الورطه تبقى في هذاك الجزء. اذا كان ما تفهموش فممكن ان يعني نبدلوها الى جهه ثانيه ما كان حتى مشكل ولكن لا نغير من اراده المضمون الوقف. نعم. لهذا فيه نقطتين فقط مازال الوقت حياه نشيل. نعم. للناس في الاخر فقط لازم شوفي لازم كي تكون عقارات اذا مثلا درت وقف ولا حبوس لازم نديها للمحافظه العقاريه نسجلها باش ما تبحرش الوثائق والناس تزورها او تغطي الشيء اللي كان موجود او تصرف قانوني. ووثيقه ثاني نديها للهيئه الاداريه كنت قلت انايا التابعه لوزاره الشؤون الدينيه والاوقاف هذه نعطي لها وثيقه باش نحتفظوا او نصح التعبير راعيوا اراده الشخص اللي كان وقف هاد الممتلكات. يعطيك الصحة نسيمة شكرا لك. عفو. يومك موفق. يومك أسعد. أكيد راح نفصلوا أكثر في الموضوع ربما في اليوم الثلاثاء إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك يومك موفق نسيمة. يومك أسعد. لكل المتفاعلين معنا في هذا الصباح نشكر لكم هذا التفاعل الصباحي وأنا كنت قلت لكم في الأول تغريدة صباحية هي عنوان ابتسامتنا لكم مشاهدينا الأفاضل إلى كل المتفاعلين معنا رزق رزيق ريهام وجدان محمد العزال عادل مقران زهو رش أمينة آدم أم رحمة حسين العناني أم رحمة كذلك وأسيا وشادية جندي وإلى كل المتفاعلين معنا في هذا الصباح هذا النغم مهدى لكم جدا. عودناكم دائما من خلال هذا الشهر شهر مارس الحديث عن الشهر الأزرق الخاص بمرضى سرطان القولون الحديث عن التغذية بعد الفاصل. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية مخابر روش. حضرة معنا في هذا الصباح المختصة في التغذية والحمية العلاجية السيدة سميرة عشي مرحبا بك. الله يسلمك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. أنا قلت أنه الحديث عن سرطان القولون خصوصا من الناحية التغذية ربما يكون الحديث 100% لأنه القولون هو تغذية أو كل ما يمر في جسم الإنسان يمر عن طريق طبعا كان علاقة وطيدة وكبيرة بزاف. نعم. ما بين جميع أنواع السرطانات وخاصة سرطان القولون والتغذية على خطر عندنا التغذية هي اللي جزء الأكل هو اللي جزء على القولون. نعم. وكاين بزاف أكلات مأكولات كاين بزاف أطعمة اللي تقدر هي تسبب ظهور سرطان القولون يعني خلافا على أنه تكون كاين مسببات أخرى مثلا تكون أصلها من الجينات وراثية مثلا. نعم. وغيرها صح التغذية عندها هي السبب الأول الرئيسي اللي يقدر يسبب سرطان القولون. نقدر نذكروا عدة أمثلة مثلا الناس اللي ياكلوا الدهون المشبعة والقليان. نعم. الزيوت هذيك الزيوت تتأكسد
ودير كما نقولوا احنا بالفرنسيه دي غادي يكون يبغي يعني جزيئات محرره اللي هي رايحه تسبب وتخلق دير طفرات في الجينات تاعنا وتسبب السرطان. نعم. على هذه احنا ننصحوا كاخصائيي تغذيه ننصحوا الناس ينقصوا في القليان بزاف واللي فريتور البطاطا مقليه والخضر المقلي وخاصه صح. عند الاطفال الصغار. نعم. وثاني كاين بعض النقائص يعني كيكونوا كاينين دي كارونس يعني سوء التغذيه تقدر ثاني تسبب تسبب في ظهور السرطان كسوا سرطان تاع القولون ولا انواع اخرى. مثلا الدراسات الحديثه اثبتت ان وجود نقص في فيتامين دي وللاسف نعم. نشوفوا اغلب الجزائريين احنا كاطباء وكاخصائيين نشوفوا بلي اغلب الشعب تاعنا كيدير ان بيلون بيولوجيك تحاليل نلقاو نقص في فيتامين دي. فيتامين دي النقص تاعها على المدى الطويل هو رايح يسبب في ظهور سرطان القولون سرطان الثدي عند المرأة وعند الرجل ايضا وانواع متعددة. يعني هذه ديجا الحاجة الاولى. نقدروا بيان سور ناكلوا اطعمة اللي تكون غنية بالفيتامين دي اللي حنتحدثوا عليها لاحقا. كاين مثلا اللي كي تكون المناعه تاعنا ضعيفه قليلا بسبب النقص في الزنك ونقص في معادن اخرى. كاين ماكولات اللي تلقاها هي تسبب ظهور السرطان مثلا المحسنات اللي نلقاهم في الفارينات هي في الاسم تاعها العلمي سيدي بغومات اللي يتحولوا الى بغومور. دونك هادو ما ديجا راهم يسبوا في السرطان. ولهذا انا كاخصائيه التغذيه ننصح يعني الجميع يشرو الفرينه الكامله ولا الشعير ولا يعني كاين دوكا متوفر في جميع الاسواق. حتى ماذا بيا ندعي الخبازين انهم يستعملوا صح. ينتقلوا الى استعمال الخبز الكامل كامل. يعني يكون كاين الاختيار حتى وفروا نسخوا هذه الثقافه. شوفي الثقافه بدات تولي كاينه يعني الحمد لله بدات كاينه الثقافه موجود اليوم انا في العياده تاعي كاين الناس راهم يجوا الحصه الاولى كي يجوا ديجا يكونوا يعرفوا بداوا ديجا ياكلوا ترسيخ الثقافه. هذا الجانب الشق الاول سيدتي ربما الحديث عن الاطعمه المسببه للسرطانات. في الجانب الاخر هناك اطعمه تحارب السرطانات. كنا باش نحاربوا السرطانات اولا عندك الفواكه والخضروات كامل. وكاين حاجه بزاف نحب نهضر عليها لي شاركوتري كيما هذاك الباتي الكاشير وكامل هادو ما كامل اللحوم المصبرة فيها النيتريت اللي هي مكون اللي يسبب سرطان القولون. نعم. بالذات يعني في عود ناكلوا الكاشير وهادو ما كان من الافضل نتقلوا للبيض نتقلوا للدجاج اللحوم ولو ان سعرهم شويه غالي. ناكلوا خاصه الفواكه نقدروا نتناولوا ايضا الشاي اللي هو يعد من مضادات الاكسده اللي نعرفوها بزاف. نقدروا عندنا ثاني اللوز وكاين كاين لافوكا اللي يقدر يعني يشريه لان فيه ماده الجلوتاتيون اللي هو من اقوى مضادات الاكسده في جميع الاطعمه. نعم. نقدروا ثاني نتناولوا الزبيب. يعني الانسان شوف هي قضيه اختيار صح. يعني في عود الانسان يروح يشري الاكل اللي ماشي مليح اللي يضر ننتقل للاكل اللي يفيد خاصه اللي فيه الفيتامينات. لازم نروحوا عند الطبيب تاعنا نديروا تحاليل طبيه نشوفوا اذا عندنا نقص في بعض الفيتامينات مثلا الفيتامين دي مثلا في بعض المعادن كيما الزنك وغيرها باش نصحوا هذه النقائص ومنها نقوي المناعه تاعنا. اكيد يعطيك الصحه. شكرا لك السيده سميره عشي اخصائيه في الحميه الغذائيه. كنت معنا من خلال هذا الصباح ونورتينا بحضورك من خلال كل هذه النصائح اللي قدمتيها. الله يسلمك شكرا لك. فاصل ونواصل. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية مخابر روش. العيادة الطبية مع الدكتور فتيحة سعدوني بعد فاصل قصير. لا يوجد فاصل وتحضر معنا الدكتور. صباح الخير ومرحبا بك. صباح النور. نورتينا دكتور. كيف احوالك؟ لاباس؟ الحمد لله. غيبه طويله. غيبه. لا يغيبكم. عوده ميمونه. شكرا. شكرا شكرا. كانوا سالوا عليك الكثير المشاهدين الافاضل. خصوصا واشكرهم منا والله يعني الحمد لله اللي كاينهم لانه يعطوني فرصه
باش نقدم واش تعلمت، لانه هذه جاب لي ربي من الامانه العلميه، ما لازمش الاحتكار تاع العلم، الامانه العلميه نمدو. انا كي قعد عندي ما شغل تقلقت حبيت نمدو، لعل ان شاء الله الصدقه جاريه ان شاء الله. دكتور اليوم راح نتكلموا عن اهم امراض المناعه الذاتيه. هذه والله رجع الناس يعني قالوا لي فهمينا وشنو هي، باسكو بارتو بارتو كي يسمعوا هذايا مالادي اوتو يمين مالادي اوتو يمين، وشنو مالي مالادي اوتويمين، خاصه المشكله في لي مالادي اوتويمين ما عندكش انسين، ما عندكش علامه وحده، اعراض تما باينه متشعبه. شوفي اي اعراض اللي يكونوا في الامراض الاخرين تقدري تلقيهم في امراض المناعه الذاتيه. لانه امراض المناعه الذاتيه عندنا واحد 80 ولا 100 مرض تاع المناعه الذاتيه، وهاد الناس هادوما بما انه الخلل راهو في الجهه في المناعه بالذات، دونك اي عضو يقدر يتقاس، وساعات من عضو الى سائر اعضاء الجسد. انا نشوفوا بعض الصور اللي حضرتها. حبيت مديت جبت شويه تصاور مثلا في هذه الصوره كيما هذايا، هذا يسموه الذئبه لو لوبوس. هذا لو لوبوس تما كيفاش نقولوا احنا لو سين باتوغنومونيك، تما العلامه اللي تجلب انتباهك. شوفي المريض يدخل العياده ولا جاك في لي زورجانس عنده الم ولا انت تشوفي وجهه عنده يسموه لو ماسك ولا لي اونيل دو بابيون، شغل كيما الفراشه كي تحل الجناح تاعها، يقيس هنا الوجنتين، يقيس شويه لو فرون وشويه لا غاسين جيني وشويه لو مونطون. يعني هنا دكتور مباشره كطبيبه تشكي في شوفي حتى انه لو كان ما جانيش كاع على هذا، جاء على اي سبب واحد اخر، جا لي عنده الى عنده الم في المفاصل ولا جاء عنده تعب ولا عنده يسعل ولا عنده يحس باللي القلب تاعو شويه زياده ولا كيما قلنا هذيك النهار اليراقه يعني يكون عنده بصفايه. شوفي اي علامه جاء وانا كي يدخل نشوف هذا وجهه اونيل دو بابيون ولا اون ماسك دو لو كيما هذاك شفتي اللي يديروا في الاخر يديروا ذاك لو ماسك دو لو يسموه لو فيسبرتيليو. شوفي هي دليل وهذا الحموريه هذا الاحمرار يزيد كي يكون انسان يتعرض للشمس. تما عنده اون فوتو سونسيبيتي وما يكونش غير في الوجه، يقدر يكون في الاماكن اللي ما تتغطاش، تما لو ديكولتي ولا الاماكن اللي تتعرض للشمس ما حاش تلقاي هاد العلامات. بالنسبه لهذه الصوره في الايادي هادوما ثاني، شوفي هادوما كان قلت لك اي شوفي اي علامات تقدري تكوني، ولكن هادوما الامراض تاع المناعه الذاتيه يقيسوا المفاصل ويقيسوا الجلد، كاين امراض وسموهم لا سكليروديرمي، يسموه تصلب تاع الجلد، هاد الناس هادو مساكن الجلد تاعهم ما يتجعدش. شوفي حنا المثال المثال واحد يسمن وبعد يعاود يشيان لابو تاعو تولي صافي تجعدت، ترهلات الجلد ترهلات، وعلى لانه لابو تجعدت كيما امراه تكون اونسيت. شوفي كرشها تقدر ترفد كاع هذاك لو بيبي حتى لو تجيب ثلاثه ولا اربعه بعد تعاود تولي تنكمش. هاد الناس لابو ما تتجعدش صافي تولي ما تكفيهمش بالطول، كل ما المرض يزيد هذاك القناع كانه دار قناع في وجهه، يبدا هذاك الوجه تاعو ما يكفيلوش الجلد تاعو باش يغطي له الاسنان ولا باش حتى الايدي هنا بالطول شغل كل حتى في هذه الصوره دكتور لا. بالنسبه للارجل هذا ما سيدي فاسكولاريت كيما هذا الكورونا مثلا مدلنا السيندروم دو كاوازاكي عند الاطفال. اي كاوازاكي صحيح، الكاوازاكي عند الاطفال هو التهاب تاع الشرايين، سي اون فاسكولاريت. واش صرا في الكورونا؟ لانه هذوك الاجسام المضاده اللي تخدمها الجسم ضد الكورونا غلطت، هذه هي الامراض تاع المناعه الذاتيه، هي اجسام مضاده ولكن ضد نفسك. شكرا دكتور. ضد نفسك هذه نعم. يعني باش يكون نكملوا في نفس الموضوع، ودائما من كل مره نتكلموا عن مرض خاص حتى نعرفوا للناس اهم الامراض المناعه الذاتيه. مرض من امراض المناعه ان شاء الله. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه، نورتينا. شكرا لك كذلك دكتور، نورتوني في هذا الصباح. مشاهدينا ختامها كان صحه، دوام الصحه والعافيه للجميع، نلقاكم غدا بحول الرحمن، بقيه برامج ممتعه مع التلفزيون الجزائري. سلام.